أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة تن في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وحصاد الأسبوع. النهاردة عندنا سهرة طويلة هتمتد ربما إلى بعد صلاة الفجر، إن شاء الله نصلي مع بعض كده وإحنا على الهوى. عندنا تحليل كامل لكل مباريات الدوري في الأسبوع الثاني، أيضا كل اللقاءات اللي تمت بعد هذه المباريات. لدينا فقرة تحكيمية خاصة جدا حول أبرز الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال هذا الأسبوع. أيضا لدينا فقرة في منتهى الأهمية رقمية مربوطة بتحركات بعض اللاعبين، خدمة جديدة نقدمها في حصاد الأسبوع على التاتش سكرين، وعندنا أمور رائعة جدا في هذا الاتجاه. أيضا لدينا بعض القضايا الهامة والظواهر الهامة جدا خلال الأسبوع الثاني، الفرق الأكثر تهديفا، الفرق الصاعدة وماذا جنت خلال الأسبوع الثاني من خلال الأرقام الحقيقية لهذه البطولة التي ننتظر بمشيئة الرحمن أن تكون واحدة من أهم الدوريات بإذن الله على مدار التاريخ السابق. الدوري العام هذا الموسم ننتظره، خصوصا أن هناك بوادر إن شاء الله وبشرى بإذن الله عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب بعودة الجماهير مرة تانية بإذن الله إن شاء الله إلى المدرجات. قبل ما ألتقي بكل هذه الأمور مع محللينا الكبار في الجزء الأول حقيقة والاتحاد المصري لكرة القدم، ومن المؤكد أن الجميع تحدث عما حدث في مباراة السنغال التي أثارت الرأي العام من هنا ومن هناك، وصل الأمر إلى تحقيقات في وزارة الرياضة. نحترم الجميع، مؤكد هذا أمر لا جدل فيه ولا نقاش، ولكن لابد أن نضع الحقائق أمام الجميع. إذا كان هناك من مخطئ ما فيش مشكلة على الإطلاق، جل من لا يخطئ، ولكن لابد من أن توضع الأمور جميعها في نصابها. عشان كده الحقيقة دايما بنحيي المسؤول اللي يحضر عشان يواجه ويتكلم، لأنه في النهاية هذا حق للملايين وحق للجماهير أن تستمع إلى الحقائق من أصحاب الحقائق. سيدنا النهاردة يكون معانا الصديق العزيز، نقول الكابتن أو الحاج أو المهندس زي ما عايز، محمود الشامي. يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أنا أسعد والله. ونكون حصاد إن شاء الله اتحاد الكرة كله من خلال البرنامج المميز لحضرتك. يا رب يخليك. قل لي افضل الالقاب اللي تحب ان ننادي لك بيها، المهندس محمود الشام؟ مهندس محمود الشام. انا شايف ان هي دي الصفة الحقيقية. الله يخليك يا شباب. والدائمة. بالظبط. والدائمة. والهندسة اصلا في الـ في الـ في حياة الواحد لها تأثير كبير جدا في حياته، في سواء العملية او حتى في التنظيمية اللي موجودة لما دخلت مجال الرياضة في كرة القدم. لانها مربعات ومحددات ودوائر كلها. المهندس دايما عنده قدرة على الرؤية وقدرة على الابتكار، بالذات لما يكون حابب المجال اللي هو بيشتغل فيه. بالظبط. لكن نستبعد التشييد، خلينا لا 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 خلينا في الأساس. خلينا في الأساس. أنا عارف إن أنت دائما بتتحلى بأقصى درجات الصدق، وهذه صفة من صفاتك الجميلة. عشان كده قبل ما أعرض مسابقة وهشركك معايا فيها عن أفضل هدف، خليني أقول لك وتسمح لي ان انا اقول لك، قول والله العظيم هقول لا 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 دايما والله. طب قول لي الجمله دي. لا من غير حلفان والله. من غير حلفان، لانه دي اصل عمر الانسان ما هياخد، ربنا يكون مطلع عليه ونيته تقول حاجه تانية ومش هتوصل للناس ولا هتستمر. والايام والتجارب السابقه من ايام الثوره ده ثابت على الماده، واللي بيقول كلمه الحق واللي ما ركبش الموجه هو اللي فضل وصمد رغم مهما كان محمد تشاء. صحيح. واللي غير جلده وكان بيحاول يتصيد الامور او يركب، هو ده اللي وقع، مش احسن من انسان. طيب. صادف. خلينا اتفق معاك على حاجه يا باشمهندس. اتفضل. يعني اذا كان هناك شخص ما دي قناعاتي انا الشخصيه. اذا كان هناك شخص ما اخطا، انا ضد بقى يقول لك ايه لا المجلس كله مش عارف ايه. يعني انا ضد حكايه التعميم. اذا كان هناك خطا من شخص ما، هذا الشخص يحاسب على خطاه.
المبدا ده انت معايا فيه ولا مش معايا فيه؟ طبعا بس هو الموضوع مش بصرف النظر عن الموضوع بتكلم بشكل عام كمبدا. ما انا جاي عشان كده يعني انا عايز استغل الحصاد كبرنامج ان احنا نتكلم بعموم الامور وبعدين ننزل ندخل على أكيد. الموضوع الاساسي عايزين نقول ايه المشكله الاساسيه اللي في الاتحاد المصري لكره القدم ايه اللي ما تم عمله من في الثلاث سنين ونص وايه اللي وصلنا ان يبقى في اخطاء موجوده اداريه واسبابها ايه عشان يبقى العلاج بسيط واحنا لما جينا ننجح في هذا الموضوع الف ب انك تعترف ان في خطا عشان تصلح اعتراف خطا تصلح مش عيب فاحنا من الاول يوم مسكنا في الاتحاد المصري لكره القدم عندنا عارفين ان عندنا شويه اخطاء اداريه عندنا مشكله كبيره جدا في التعامل في بعض الكتير من الاماكن اللي شاخت في مكانها ومحتاجه تطوير صحيح. مع كل موضوع بدانا فيه بتحصل ازمه وبتعدي فجت ازمه السنغال الحقيقه واحنا كاتحاد مصر بقول لحضرتك احنا سعيدة انها تكبر احنا كجهه في الاصلاح في الاتحاد المصري كره القدم رئيس الاتحاد والغالبيه موجود مجلس اداره الاتحاد سعيدة ان احنا ما نعديهاش يعني ما كانتش هتعدي هتعدي لا لا والله لا والله لا والله صعب تعدي لا بالعكس طيب ناخد المسابقه الاول ونخش في الموضوع لان هنخش في السنغال عدل طبعا وبعدين بعد كده هنتكلم في كل حاجه كل حاجه بالظبط كده طيب احنا هنعرض مع بعض دلوقتي ومفروض ثلاث اهداف بس عشان الاهلي والزمالك ما عندهمش اهداف الا ضربه جزاء فلازم نحط ضربه الجزاء بتاعت عبد الله سعيد ربما هي ايضا مهاره من المهارات الهامه جدا. يلا يا محمد هنعمل عليها ارائكم كالعاده استفتاء افضل هدف. الهدف اللي قدامكم ده هو هدف كريم طارق لاعب بتروجيت في مرمى نادي سموح. هدف من الاهداف المميزه جدا جدا جدا. كريم طارق لاعب بتروجيت في مرمى نادي سموح هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني هنشوفه حالا دلوقتي هو هدف اللاعب يوسف أوباما ليلة وفاة والدته رحمة الله عليها لاعب الاتحاد السكندري في مرمى الانتاج الحربي في الوقت بدل الضائع. هدف يوسف أوباما لاعب الاتحاد السكندري المعار من نادي الزمالك في مرمى الانتاج الحربي. هذا هو الهدف الثاني معانا النهارده فيما يتعلق بالاستفتاء بتاع حضراتكم. الهدف الثالث احمد رؤوف لاعب النادي المصري في نادي مصر للمقاص. هدف اللاعب احمد رؤوف لاعب النادي المصري في مرمى مصر للمقاص. هذا هو الهدف الثالث. علشان ما ينفعش اي حاجه من غير اهلي وزمالك فحطينا الهدف الرابع وهو ضربة الجزاء التي سددها اللاعب عبد الله السعيد في مرمى نادي المحلة هتخش معانا في الاستفتاء وهي ايضا مهارة مهمة يعني ما نقدرش نقلل من شأن ضربة الجزاء. ضربة الجزاء احيانا بتقلب مباريات اذا اخفق اللاعب او نجح اللاعب زي مباراة الزمالك لو تفتكر يا باشمهندس محمود الزمالك والاهلي في السوبر صح يعني لو كهربا نجح في قلب الموازين ضربة الجزاء الثاني قلب الموازين بالظبط يبقى اذا هي مهارة عبد الله سعيد سد الضربتين ورا بعض ونجح فيهم في السوبر قلب الموازين في الاتجاه الاخر جميل. طيب انت الاول تختار انه هدف دول خدت بالك منه كويس؟ بتروجيت طارق طبعا اللاعب كريم طارق لاعب بتروجيت لعيب ممتاز ومنتقل من رجاء لعيب هايل اللي هو ده حطه في مرمى سموح طبعا ليه اخترت الهدف ده؟ الزاويه ضيقه جدا زاويه الرؤيه انه يعمله من ورا ويخش على الجون ده صعب فيه مهاره بص حضرتك لف اشوف الزاويه ايوه الزاويه بتاعت الجون حطه في نعم ضيقه جدا اعتبره فيه مهاره عاليه جدا جدا مهاره عاليه فعلا وهدف مميز ده يمكن الاسبوع ده كان فيه مجموعه اهداف حقيقه بتدي احساس جميل حضرتك في لحظه قبل ما الجون يقفل الزاويه لا رائع هدف حلو هدف جميل فعلا. طيب احنا عندنا محورين رئيسيين هنتكلم فيه وبعدين بعد كده لو حضرتك حابب تعرض اي حاجه خاصه بتاعتك وهنستضيف ان شاء الله الاسبوع الجاي برضو الكابتن الكبير محمود سعد المدير الفني الجديد للاتحاد هيكلمنا على البرامج عامل شغل ممتاز جديد عامل شغل ممتاز بيقول لي يضاهي شغل في المانيا هو كلامه ليا في التليفون لا لا هي عمل طفره كبيره جدا في الفروع انشطه النهارده عندنا دلوقتي دوري فروع دوري مناطق منتخبات فروع عندنا منتخبات الناشئين النهارده شغاله حسب الاجنده الدوليه منتخب 97 منتخب 2000 عندنا على مستوى الجمهوريه وانطلقت وبدات تنطلق في الدوري الممتاز للمسابقتين بجميع اقسامها يعني دوري ممتاز
مركز ألف وب. نعم. 66 نادي بتنافسوا ست مجموعات في القسم الثاني ناشئين، و 18 نادي ممتاز اول شغالين في مسابقتين مهمين جدا اللي هو 97 و2000 بخلاف طبعا النشاط اللي موجود في الفروع. صحيح. يعني عايز اقول مجهود مبذول في شتى المجالات. نعم. سواء في المسابقات سواء في شؤون اللاعبين، وحضرتك حضرت معانا كذا حاجه في شؤون اللاعبين والتزمنا. صحيح. في موضوع الانديه وسددنا مستحقات لاكثر من 170 نادي لاعب لهم مساعدات انديه وكلاء لاعبين، وبنسدد وحلينا مشاكل موجوده في المنظومه بشكل كويس، بنعدل في اللائحه بما يتناسب مع الامور. كمان المنتخب الاول المنتخب الاولمبي اعتقد ان هو ماشي بخطى شبه ممتازه جدا. عندنا التصفيات بتاع ماتش تشاد مهم جدا، عايزين مصر كلها تقف ورانا من ابتداء من يوم 5. اعتقد ان هو الماتش يوم ايه يا حاج؟ الماتش ان شاء الله يوم، عندنا ماتشين ورا بعض. واحد شاد. يوم 14 واحد يوم 17. 14 11 14 11 و17. واتصور بمشيئه الرحمن هيبقى ده ان شاء الله بدايه عوده الجماهير. بالظبط. ان شاء الله. اللي هو 17 عندنا في مصر هو ده اللي هو 17 عندنا في مصر. بالظبط. احنا عاملين لجنه موجوده عندنا برئاسه المهندس هاني، بحيث ان موافق على حوالي 30,000. معالي الوزير كنا قعدنا معاه، وهيبقى يوفر اتوبيسات. انت عارف ان في برج العرب طبعا في استحقاق شغال، في انتخابات شغاله. صعب ان يلعبوا في القاهره. صحيح. هيتلعب في استاد برج العرب، ده استاد ممتاز ومميز، لكن تنقلات وعد اتوبيسات من كل ناحيه بحيث ان الجماهير تبقى منتظمه والجماهير تيجي بشكل حضاري. برضو الدفعه الموجوده من الدوله كلها كبدايه دي اول خطوه في المشوار. نعم. اول خطوه في المشوار مهمه جدا ان شاء الله، لان دي هتريحك للتصفيات اللي جايه بعد كده بعد ست شهور. طبعا. ان شاء الله انت بدايه التصفيات عدتك من ايه؟ من التصفيات التمهيديه، تخش بعد كده في دوري المجموعات الاربعه اللي هيطلع منهم واحد ان شاء الله من ال 20 فريق. بتريحك وبتديك امان انك انت داخل خلاص. يعني الشهرين دول في استحقاقات مهمه جدا جدا، محتاجين عندنا ان شاء الله نتاهل ريو دي جانيرو ان شاء الله، بطوله مؤهله للسنغال المنتخب الاولمبي. ربنا يكرمنا كمان في الماتش بتاع نيجيريا في شهر 3 ونوصل، لو كسبناه احنا يعتبر دخلنا الجابون 17. يبقى احنا افريقيا في داخلين في استحقاقات مهمة. مهمة جدا. صحيح. ومحتاجين تكاتف الناس كلها. طبعا. ولو في عيوب او في اخطاء نتلاشاها. هو ده. يعني احنا ما عندناش اي مشكلة. بالظبط. يعني مهم قوي انه يعني دايما وجهة نظر يعني انه من المؤكد هيبقى في اخطاء. طبعًا. من المؤكد. ومش عيب على الاطلاق، هو كل العيب ان احنا نحاول ما نبينش ان في اخطاء. لا لا لا. اذا في اخطاء بتتقال بوضوح، واذا كان في حد ارتكب خطأ فادح جدلا، انا بقول جدلا طبعا، فاذا الامر ينصب عليه بمفرده، ما ينصبش على المجموعه. هذا مبدا مرفوض شكلا وموضوعا، ان انا احاسب مجموعه في شخص طبعا. هذا امر مرفوض طبعا. بس حضرتك مبدئي لما انا بتكلم برضه طبعا في العموم طبعا طبعا. بس في ده فيما يخص المنظومه اللي بتدير، لما يكون فرد هو اللي بيدير، لما يكون في اتحاد بيدير فلابد ان هو كل واحد يتحمل مسؤولياته. يعني بالظبط كده. احنا لما جينا احنا في اداره تنفيذيه موجوده، واعلنا ان في خطا، واعلنا ان احنا بنتحمله، واعلنا ان احنا بنصحح هذا الخطا. نعم. وصحيح الخطا مش على قد الموضوع ده بس، لا احنا بنعمل كل ايه المناحي اللي موجوده كانت فيها قصور، او ناس ادت دورها ولكن محتاجه تطوير. لان حضرتك الاتحاد المصري لكره القدم وحضرتك كنت فيه دائما، يعني التطوير بياخد وقت وبياخد صعوبه. نعم. يعني الرابط الالكتروني بين الفروع والسيستم اللي عملناه، وان احنا المفروض 1/1/2016 تبقى بيبر ليس، ما فيش ولا ورقه ولا مستند، كله على النت وعلى كده. طبعا بتجد صعوبه في الصادر وصعوبات، والناس بتواجه هذا التطوير اللي موجود. مجهود ممتاز بنبذله في الملفات كلها، سواء في ملفات التراخيص الانديه، في الملفات بتاعت عوده الجماهير، كل ده ملفات تمام، مجهود جامد جدا. ولكن لو في اخطاء احنا بنتحملها. بالظبط. وبنحاول نصححها وبنتكلم فيها. اتكلم فيها حقهم. خلينا نبدا كده بالبدايه الجميله بتاعتك يا باشمهندس محمود. فضل. بحيث ان احنا نحط النقاط على الحروب بوضوح. كيف لم تكتشفوا ان المنتخب الوطني الاول سيقابل المنتخب الاولمبي السنغالي؟ من اغفل عنكم هذه المعلومه الهامه اذا كانت قد اغفلت؟ بص حضرتك، اتفضل. الماتشات العموميه الوديه الاساسيه في الفيفا ديت، في عندنا مشكله مهمه، مشكله ان احنا متعاقدين مع شركه الرايه انها تتسوق الحقوق في المباريات اللي موجوده، لا كافه الحقوق في الماتشات الموجوده داخل مصر. تمام. والماتشات اللي خارج مصر لازم نعرض عليها الاول قبل ما نتسوق. فاي ماتش اخدت ما اخدتش انتوا بتتعاقدوا. بالظبط كده. تمام. فاحنا المرحله، اي ماتش جاي مصر، تخيل حضرتك الحقوق كلها مش موجوده، فاللي هيجي ده النهارده هيسوق ايه؟
اذا كان يبقى عشان يتحمل تذاكر واقامات و و و فمن هنا بالاول ايه ليه احنا بنطلع بره في الماتشات اللي موجوده ماتشات من روح لم يتم توفير مباريات داخل مصر بالداخل مصر من جانب الشركة فاحنا لازم نطلع احنا ومعانا الجوابات يبقى احنا رحنا اختيارها وفقا للعقد بالظبط كده يبقى احنا رحنا وعرضنا وماشيين في اتجاه صحيح يبقى ده الاول اول اول حاجه يبقى احنا ما كانش عندنا خيار لهنا لان تكلفه جامده واحنا عندنا فرصه للعروض ما يبقى نقدر الملعب لما يجي واحد يقول لك تطلع بره وما تحملش ولا حاجه ولا تيجي هنا وتتحمل 4-5 مليون جنيه طبعا يبقى انت الافضل وده نفس المستوى الفني اللي موجود هنا تمام فكان خيارات طلوع دبي وموافقه الجهاز انه بيفضل انه يلعب في دبي ولا سيما ان السوبر في نفس المكان يبقى هيبقى فرصه كويسه جدا ان لعيبه الاهلي والزمالك موجودين فكان اختيار من الناحيه الفنيه رائع والاداريه والناحيه الماديه كمان مش هتحمل من الناحيه كمان الفنيه كمان كفرقه بتلعب السنغال التصنيف اعلى منك وزامبيا البطوله حاصل على امم افريقيا في اعلى منك في الترتيب فانت كمان اختيار رائع يبقى انت كل الامور جايه ممتازه تمام فيما يخص بقى تداعيات الماتش طالع معسكر لمده 10 ايام خدت بقى حضرتك مش هتتحمل اي حاجه لتذاكرك والفرقتين دول هيجوا كلهم على حساب الشركه الراعيه مقابل هذا المعسكر الشركه مش الراعيه الشركه اللي هي الشركه الراعيه الماتش اللي هي نان ستوب اللي هي نان ستوب اللي هي جايبه التفويض من جوه يعني انتوا رايحين بتذاكر سفركم فقط لا غير بالظبط يا فندم الاقامه والانتقالات والمباراه على نفقه نان ستوب والفرقتين كمان اللي جايين والفرق ما لناش دعوه احنا بنتكلم على الفرقتين علينا احنا معسكرنا بالمباراه بس تذاكر الطيران بالظبط كده اوكي فده كان العرض كويس لما كان موجود بوركينا فاسو واعتذر عشان بتاع جت زامبيا مكانها فكره بقى منتخب اولمبي مش منتخب اولمبي دي الموضوع بقى الموضوع احنا لو في نعرف مليون في المية ان هو المنتخب الاولمبي في دي طب احنا اعترضنا ليه ما نقدرش نلعب ليه ماتش لا هو خلينا نمشي في الاول انت حضرتك بتقول نعرف مليون في المية يعني هل كان في شك ولا كان بشكل قاطع هنلعب مع منتخب الاول لا كان في شك كان في شك كان في شك طبعا جه منين الشك جه الشك منين حضرتك ان لما جينا من الحج في الجمعيه العموميه وبيعرض الاسماء هنا في منشار الهدف علاء نوه ان في لعيبه موجوده في منتخب الاولمبي مش ده فريق المنتخب علاء عبد العزيز طبعا نوه قال مش ده الفريق المنتخب الاول لا ده فريق مطعم قلنا له ده الفريق ده دلوقتي موجود في لعيبه كتيره من الاولمبي قال ده زيه زي احنا عندنا سبعه هو اللي قال محمد زايد ما قالش وقال يا جماعه ده دلوقتي علاء عبد العزيز علاء كان قال دخل مجلس الاداره احنا قاعدين دي حقيقه وقال قال ان اللعيبه انا اطلعت على الاسماء اللي مع محمد زايد لا ما قالش دي مش فريق الاول الفريق ده مطعم بالايه بفريق الاولمبي يعني قال المنتخب الاول مطعم بالمنتخب الاولمبي في اسماء كتيره اولمبي في اسماء كتيره اولمبي اذا دخل في قلوبكم الشك ان هذا ليس المنتخب الاول في شك كويس في شك كويس فجبنا الورق الجوابات كلها منتخب اول سنغال محمد زياد اعلن ان ده زيه زي منتخب الاولمبي احنا عندنا سبعه اساسيين ضامنين تسعه بيلعب سبعه كلهم تحت السن زي صالح جمعه زي رمضان صبحي زي كهربا زي رامي ربيعه كل دول تحت السن فكان الكلام على كده والعيب قال العبره ان يكون الجهاز الفني بالكامل فريق اول مش بقول انتوا هتجيبوا مثلا منتخب بتاع حسام البدري خدت بال حضرتك وتقول له اقعد انت حسام الكبر اللي هيدرب مش ممكن احنا نقدر نعمل كده احنا كمنتخب اول نجيب مثلا منتخب اولمبي ونصفر معاه كبر هل ده وارد في المنتخب اللي يعمله؟ نعم خدت بالك يا كابتن تقدر انت تعمل كده؟ يعني تقدر انت تجيب منتخب كابتن حسام البدري وتسافر مع كوبر يلعب ماتش دولي في اجنده دوليه؟ لا طبعا مش ممكن مستحيل نعم مستحيل الاتحاد يعمله واتحاد مصر يعمله او اي اتحاد فادى العبره بان الجهاز ده كامل اللي هو الجهاز لما حصل الموضوع ده اللي هو جهاز المنتخب الاول كامل يعني هم قال ان جهاز المنتخب الاول ده اللي اكد ان المنتخب الاول مش قلنا له اهم حاجه تجيب لنا المدير الفني الكلام بيتقال بزاويه مختلفه يعني تقصد المدير الفني ولا الجهاز مبتني بجهازه جهازه كله جاي ده هو المساعد بتاعه ولكن مع مجموعه كبيره من لاعبي المنتخب الاولمبي السنغالي حضرتك تعرف يعني تعرف منين بقى حضرتك الكلام يعني الكلام بيتقال ان العبره التاكيد عن الاول وده ايه ان موجود المدير الفني هو موجود اهو لو كان ده اولمبي كان جه المدير الفني بتاع الايه؟ بتاع البوتوشينا قلنا له هات المنتخب مدير الفني واحنا عارفين الكلام ده ما ينفعش ان انتوا طبعا انت حضرتك دلوقتي يعني اجبتني اجابه مسبقه انه انتوا خلاص عرفتوا ان المنتخب اللي جاي ليس هو المنتخب الاول لكن قوام الاكبر المنتخب الاولمبي بس لانه المنتخب الاول كان بيلعب في السنغال بس منتخب اول لا موضوع السنغال والجزائر دي لسه
موضوع الجزائر ده لسه ازاي بقى؟ لا ما نعرفش ان في جزائر خالص لسه. احنا ما لا ده هي ده مباراه محطوطه في ال أيوة في الفيفا. ده مباراه رسميه. ايوه يا فندم احنا نعرف ان اللواح بتقول ما يلعبش خلال اربع ايام خمس ايام او خمس ايام. دي برضه ما اتعرضتش كان مين المفروض يعرضها؟ الاثنين سواء اداره المنتخبات والمدير الاداري المنتخب لازم يكون عارفها طبعا. يعني المدير الاداري ما قالش ان المنتخب الاول عنده مباراه في الجزائر. لا وهي جايه كمان حضرتك في الـ في الـ في, الـ في التعليمات بتاع 2013. نعم. لانها تعميم استلمها كل مدير اداره المنتخبات. استلمها كابتن سمير عدلي بصفته كان مدير المنتخب الاول سمعتها. 2013 استلمها ايمن حافظ، استلمها كل الادارات اللي موجوده المشرفه على المنتخبات. التعميم اللي جه في 2013 بتاع خمس ايام والخمس ساعات دي معمم، ودي النقطه اللي يعني ايه معمم؟ مش فاهم يعني اتعممت اتخذت القرار في ده من 10 شهور. القرار ده موجود من 10 شهور. ايوه سنه و10 شهور. سنه و10 شهور بالظبط كده. يعني لما اتخذت في اللجنه التنفيذيه اللي فيها والتعليمات نتيجه الشكوى المتكرره من الاتحاد الاوروبي بان اللعيبه بتيجي تروح امريكا اللاتينيه ويجوا يتعوروا عشان مسافاته في الفيفا ديت، خدوا القرار ده كويس وبعتوا له كل 207 اتحاد كويس وتم توجيهه للاداره. ما جالكوش انتوا خبر كمجلس اداره بهذا الموضوع؟ الحاجات دي ما بتجيلناش مجلس اداره كلها. بتيجي بتتعرض على الاداره بيتحولها للمدير التنفيذي لاداره المغادرات والمغادرات المنتخبات في هذا التوقيت يجب ان هي تعرض. لان انت بتلعب مع السنغال والسنغال موجود في الجزائر وهو يعلم ان لا يستحيل السنغال يلعب الا بعد مباراه. هي دي الموضوع هنا ومباراه هنا. من هنا الخطا ده امر برضه مش قليل يا باشمهندس. طبعا هو خطا. حضرتك بتحمله لاداره المنتخبات؟ بص لكل اداره تنفيذيه اولا انا مش عايزك تزعل من حواري. لا بنتكلم قدام ملايين. لا بشكل صافي وجميل بالظبط كده عشان نقفل الموضوع. لا ما هو بص حضرتك احنا لو ما فيش اخطاء طبعا ما احنا بنغير ليه؟ ليه بنغير في الادارات وبنساعد ان احنا نطور في الادارات لو الموضوع ما كانش موجود؟ كمان الموضوع مش موضوع كمان الموضوع السنغال بس، موضوع كمان ان الشركه لما اتلغى لها الماتش ده اسكت في ايديها بقى. يعني هي يعني وقع منها كل حاجه. يعني لا ما انا لسه مش عايز اروح على المباراه. انا ما زلت في الجزء الاولاني ان احنا اتعرض علينا كمجلس اداره. لا الماتش ده هو اللي عمل الايه المشكله كلها. انا بس انا بتكلم ليه يعني. الحوار كله ماشي يا باشمهندس محمود في سكه بوضوح ان اتحاد الكره ان كان يعلم ان المنتخب القادم هو منتخب الاولمبي. احنا بنوضح ان المنتخب الاولمبي هو اللي جاي. وبعدين انه الاتحاد الدولي حتى لم يخطرك بموافقته على هذه المباراه، لانه شريطك ان انت تقام اي مباراه دوليه وديه ان يوافق عليها الاتحاد الدولي ويبعت للاتحاد المعني موافقه بهذا الامر. لم تاتي انت بتاخد الاجراءات بتبعت. نعم. جاء الجواب قبل السفر ان هو مش هيبقى في الاجنده الدولي. الماتش ده مش هيعتبر دولي. قبل السفر بقد ايه؟ بست ساعات بسبع ساعات الجواب اللي هو المشهور ده. مش بيقول لك ما تلعبش لما تقول بيقول ان المباراه ليست مباراه دوليه لان دولية. المنتخب اللي جاي ما هوش المنتخب الاول. لا لان مش اجنده دوليه، مش هيتحسب الاجنده الدوليه عشان المسافات وعشان الموضوع. عشان حكايه الخمس ايام دي وان يعني يلعب الجزائر الرسمي. لكن قال لك ممكن تلعب. تلعب بقى ماتش بينك وبينه وتمرينه. بس لكن هو لا يعترف بيها دوليه. ولا حتى دي توافق عليها بقى. لو كنا عرفنا ان هو مش هيتلعب اصلا ما كانش الموضوع تم السفر. انا ليه بربط دي يا باشمهندس محمود؟ لانه وصلنا احنا كاعلام ان يوم المباراه الصبحيه مفاجاه مذهله ان المنتخب الاولمبي السنغالي هو اللي موجود وان احنا هنلعب ولا ما نلعبش ونسال كوبر وايه رايك يا كوبر. يعني وصل لنا احنا كاعلام وكجمهور ان الموضوع كان مفاجاه كبيره جدا، بينما الامر وفقا لكلام حضرتك انه اتعرض على المجلس الاداره اللي جاي كذا كذا كذا. بس وفقا ان الاتحاد الدولي ما بعتش موافقه انه اول برضه. يعني انه اول ازاي؟ ما هو بص حضرتك في فرق بين المنتخب الاول السنغالي وفي خمس ست لعيبه اولمبيين في منتخب اول في لعيبه قوام، مش انه كله منتخب اولمبي. وعشان حضرتك تبقى عارف المنتخب الاول موجود في الجزائر. احنا اتفقنا بقى خلاص. لا ما هوش كله تقصد اللي لما يتم اختياره يعني. لا المنتخب الاول في الجزائر هو جزء من الفريق ده. راح الجزائر بقى لما ما تلعبش الماتش خد هو سبع لعيبه والجهاز الفني وراح وكان واخد جزء سبع لعيبه اساسيين. بس دول ما كانوش موجودين خالص مع المنتخب. لا سافروا الجزائر. سافروا لكن راحوا معاه كملوا هناك. راحوا كملوا هناك يعني سافروا هناك في الماتش يكملوا القعده هناك. كان يعني خارج اطارنا. لا كان 15 لعيب بس اللي هناك اللي كانوا في المعسكر في الجزائر. 15 لاعب؟ هناك اللي كانوا هناك ما كانش فرقه كامله. كان في لعيبه من هنا راحت. يعني تقصد حضرتك ان في لعيبه طبعا سافرت الجزائر. سافرت بالتيكت انضمت للمنتخب السنغالي في الجزائر؟ طبعا مع الجهاز الفني. طب وازاي ده لو كان لاعب ممنوع انه يلعب؟
ايوه ايوه فهمت بس حضرتك، ما انا بقول لحضرتك هي دي ما هو ممنوع يلعب كتير كمنتخب كامل منتخب كامل خلاص انت النهارده منتخب الاولمبي لعب زي ما حضرتك مثلا منتخب الاولمبي لعب ماتش بالصين وخدنا اتنين لعيبه جم لعبوا في الماتش الودي ما هذا دي نقطه مهمه الحاج يعني حضرتك متاكد من الكلام طبعا انه المنتخب السنغالي لما راح يلتقي بالجزائر رسميا كان 15 لاعب بس عارف عرفناها منين حضرتك التذاكر لما جت ترجع لما جه ماسك التذاكر حضرتك جه قعد معانا عشان له مستحقات عندنا وبتاع حاجه العوده بقى جاي ازاي في ناس راحوا مباشره الى 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 رجعوا السنغال تاني وفي ناس رجعوا الجزائر اللي هو المدير الفني ومساعده بس ما هوش بالضروره بينضم للمنتخب كلاعب يعني حضرتك انت المعلومه خمس لاعبين هيروحوا فين؟ خمس لاعبين قدام الجزائر راحوا دخلوا السكور شيت بتاع مباراه الجزائر دي بقى طبعا يعني انا انت حضرتك بالتيكت فقط يعني راح الجزائر كدلاله كدلاله عايز اقول ان حضرتك ما كانش في نوع معين طب ليه وصل لنا يا باشمهندس محمود انا اسف مقاطعتك ليه وصل لنا ان انتوا اجتمعتوا الصبحيه هناك وكابتن حسن فريد المحترم وكذا وكذا وكابتن أيوة. سيف المحترم وهنلعب ولا ما نلعبش وبتاع وصل لنا احساس ان هي كانت مفاجاه ايوه مفاجاه انك توافق ان تلعب مصر تلعب منتخب اولمبي ما انا عارف قبل ما اسافر ده منتخب الاولمبي ما انا بقول لحضرتك برضو احنا قلنا ان المنتخب الاول اللي اتقال لنا مطعم ببعض لعيبه المنتخب الاولمبي مش كله منتخب الاولمبي عشان توافق عليه وهو ساعتها لما هتوافق المنتخب الاولمبي هيطلع من الاجنده الدوليه ويطلع من موضوع الخمس ساعات ويطلع موضوع الخمس ايام عشان كده رفضنا نبعت جواب الاتحاد الدولي ان احنا نوافق نلعب كمنتخب اولمبي عشان يستثنى من الخمس ايام والخمس ساعات وده تبقى كمنتخب اول واحنا شد وقال طب نعملها تمرين طب نعمل لك ان احنا كمجلس اداره رفضنا بشبه اجماع ان احنا نلعب مع المنتخب الاولمبي لان الورق كله على المنتخب ايه؟ كله على المنتخب ايه؟ طيب يعني خلينا مطعم باللاعبين او مش بس حضرتك اصل عايز بس مش ده الموضوع هو حضرتك الموضوع كله ان الخطا جه مع الشركه في ان احنا نلعب مع منتخب ايه او منتخب بيه مش ده الموضوع الموضوع كله ان احنا يعني الشركه لما اتلغى الماتش عمل مشكله انه كل الاتفاقات اللي اتفقها ضاعت منه وهو كان لسه بيحاول يعني يلعب الماتشين الماتش ده يجيب ماتشين فالماتشات كله اتدربج الموضوع كله اتدربج انا كنت اتصور ان هذا الامر يقطع بشكل قاطع من القاهره يعني احنا النهارده عرفنا احنا المنتخب الاول يا فندم نعم هو المشكله مش ما هو قال لك الاول مطعم الاول ده لما تيجي تلاقي منتخب اولمبي كامل مشكله يعني مشكله انك انت توافق تلعب منتخب اولمبي رفضنا لان خارج الاتفاق معناها انك انت الملعب ما توفرش انت بتلعب منتخب اولمبي وانت رايح تلعب منتخب الاول نعم ومدير طيب. فني اول يعني حضرتك عايز تقول لنا انه انتوا طالعين على انه طبعاً. في بعض من عناصر هذا الفريق طبعا هي من المنتخب زي اللي عندنا زي اللي عندنا بالرغم ان حضرتك قلت في البدايه ان اغلبه كان منتخب اولمبي وفقا لعلاء عبد العزيز لا بص حضرتك يعني احنا الكلام اللي اتقال ان ده مطعم الفريق الاول زي ده الفريق الاولمبي ودي لعيبه محترفه كلهم برده كانوا محترفين زيه زي اللعيبه اللي عندك في المنتخب الاول ده الكلام اللي كانت اتقال طيب رحنا هناك عملنا اجتماع رفضنا اللعب فيما يتعلق بالامور الماليه اللي تمت هناك قبل ما اخش في نقطه تانية يعني عرفت مثلا ان في حد اسمه الاستاذ محمد نجيب تقريبا عمل شيك ب 150 الف جنيه يعني كان في مشاكل ماليه هناك ما طبيعي بقى طلع الشيك بدون رصيد او حاجه زي كده ما طبعا الدربكه اللي حصلت او 105 الف جنيه حاجه زي كده في الاخر المنظومه ما تحملش الاتحاد حاجه لكن اكيد ان هو بقى الناس دخلت عشان تاخد اتفاق مع الدربكه اللي حصلت ده والجو طبعا احنا مش حابين المنظر العام وحش اساءه طبعا لشكل عام مصر جدا وده اللي احنا بنتحمله ونحاول نصلحه وادوار اتعملت عشان كده احنا بسرعه رتبنا اوراقنا وتحملنا المسؤوليه كامله وكابتن حسن اعتذر عن الاشراف وبدانا ناخد طيب الحمد. خلينا في المنطقه دي انه ده الشيك على فكره على الشاشه ده ب 105 وطلع المبلغ طلع كمان الشيك حتى بدون رصيد ده دفع لمين ده يا باشمهندس محمود؟ مين اللي دفع ده؟ توقيع طلع غير مطابق ها؟ ده بتاع مين ده؟ شيك بتاع واحد اسمه الاستاذ محمد نجيب اما نجيب ده لمين لشركه السياحه ولا للفندق؟ انت حضرتك ادرى بقى مني هو احنا جالنا كمستند ما بص حضرتك كل المستندات دي حضرتك بتتسوى احنا كاتحاد مصري خلاص انتوا كان في مستحقات ده 105 الف درهم يعني احنا بنتكلم في حوالي ربع مليون جنيه مصري او تزيد ايوه يعني انتوا كان عندكم فلوس الفندق الشركه ما دفعتهاش مظبوط كده؟ لا كان فاضل جزء حوالي 26 الفندق ما خدش لغايه اللحظه دي فلوس لا 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 كمل لا 26 الف درهم دفعهم الكابتن حسن فريد من نجيب الخاص يعني مش كل الفلوس يا 26 مش كل الحساب ما يخص نصيب الحساب 160 الف درهم للثلاث فرق ما يخص نصيب ما يخص مصر لكن نعم لكن باين دفع هو اصل الفندق اي شيك بيندفع يا فندم بيدفعه ياخده
لان هو اللي تحمل هذه النفقات، هو اللي دفع. انت جاي هو ده متبرع من هناك؟ لا لا لا، تعاقد مع الـ مع الـ مع الشركه اللي كانت متعاقده مع شركه نانا ستوب مقابل تنازع عن حقوق وكلام من ده. مقابل تنازع عن حقوق ولم يحصل حاجه. تحصل حضرتك، انت عارف حضرتك في كل الماتشات ده ياخد حقوق مقابل تنقلات مقابل مقابل حاجه يعني. يعني امور تحصيليه ما بينه وبين بعض. طيب الامر الثاني، في ما زلنا في هذه الجزئيه يا باشمهندس محمود، انه في حاجة انا عارف ان الاستاذات اتكلمت كتير في الموضوع ده، مش عايز اتكلم في ولكن كتير، ولكن ما فيش مستند اتعرض. ولا في مستندات اتعرضت ايه فيما يتعلق بمجموعه تم سفرها للامارات على ان هم منظمين بناء على طلب من الشركه. وقيل انه احد اعضاء مجلس الاداره هو اللي طلب ده من الشركه، صح؟ انه سفروا لي 1 2 3 4 5. حضرتك قلت صح. دي حقيقه. اللي هو ايه بقى؟ الحقيقه ادي الميل اللي اتباع. المهندس مجدي متناوي، بشار مجدي متناوي، ايوه. كان في وقت ضيق وفي معاه 3 اصحابه، مش عن طريق الاتحاد، بس طالعين على حسابهم تذاكر واقامات، لكن عن طريق شركه منظمه عشان التاشيرات، كان وقت التاشيرات سريع. بس طيب نراجع الجمله دي تاني. حضرتك بتقول ان 3 من اصدقاء الاستاذ مجدي المتناوي، أيوة، ناس محترمه جدا، وانا ناس محترمه جدا، رجال اعمال محترمين. لا لا، ما احنا لا وطالعين على حسابهم يعني، اي حد على الاطلاق. انا بتكلم على استخدام ورق. لا لا، مش حاجه على استخدام ورق. لا، اصل اتقال ان هم اعضاء في الاتحاد وكلام من ده مش لا بص حضرتك، هو في جواب طلع قدام حضرتك اهو. ده الجواب ده طلع من اتحاد الكوره، انهم اللجنه المنظمه، قال لهم دول اعضاء من اللجنه المنظمه. بالظبط. اللي حصل استاذ مجدي المتناوي طلب من شركه نان ستوب تحطهم في اسامي، تحطهم في الاسماء. فنان ستوب بعتت قالت دول منظمين، لان هو هيتحطوا بمناسبه ايه؟ في اللجنه منظمه. اللجنه هم لا في اللجنه منظمه ولا ليهم علاقه. مش كده برضو؟ هم اصدقاء الاستاذ مجدي المتناوي، ليس لهم علاقه. بالظبط. الشركه هنا اخطات ان عملت هذا الاجراء، ان هي تبعت لاتحاد الكوره تقول له حط لي الاسماء دي، هم عايزين يجاملوا الاستاذ مجدي المتناوي، بما حضرتك بتؤكد ان هم دول اصدقائه اللي طلعوا. اصدقائه طبعا. ده مظبوط كده؟ طبعا طلعوا. مظبوط كده. على حسابهم كانوا موجودين. طالعين على حسابهم خير وبركه. لكن كون ان هم يبقى الوسيله ان الشركه تبعت لاتحاد الكوره تقول حط لي الاسماء دي ضمن المجموعه بتاعتك عشان يطلع لهم تاشيرات، وبعدين يجي محرر يطلع من اتحاد الكوره رسمي، خطاب رسمي من اتحاد الكوره لاتحاد الامارات يقول فيه طلعوا لي تاشيرات للناس دي، الناس دي ضمن اللجنه المنظمه، ويطلع من خلال الخطاب مكتوب فيه 2 اعضاء مجلس اداره و3 منظمين، برغم ان هم لا منظمين ولا حاجه، هم كل صفاتهم ان هم اصدقاء الاستاذ مجدي المتناوي. انت شايف حضرتك الامر ده يليق؟ ما كانش له لازمه التاشيرات، سواء كان سببه هو طبعا ما تحملش اي حاجه ماليه، يعني ما تحملش حاجه ماليه في الموضوع. وده بيبقى اجراء متبع لما يكون انت عايز تجيب تاشيرات، لما بيطلع مثلا زي ما كنا مثلا بنطلع في سفريات، لو تفتكر ايام النهارده والكلام ده، بتبعت الاتحاد الكوره بيبعت اسماء الناس المساعدين، بس ما ينفعش يكتب لجنه منظمه. كان جست ضيوف، من حقك انك تكتب ضيوف، من حقك انك انت يعني كان لازم يكتب الاسماء ده ضيوف، وحقك انك انت تبعت لضيوف جايين معاك انك تجيب لهم التاشيرات. انت تاشيره الممنحه من الامارات حضرتك عارف ما هي صعبه، يعني انت عارف مش بتجيب تاشيره مثلا شنجن، ولا بتجيب تاشيره امريكا، ولا طب ليه نعمل ده يا باشمهندس محمود؟ ليه نعمل ده؟ يعني النهارده اما الخطاب يطلع، مع كل الاحترام يعني خطاب، حطوا لنا الخطاب تاني يا جماعه على الشاشه. انا عارفه، حضرتك عارفه طبعا. طبعا تحفظه. انا بتكلم لان دي اوراق اعتقد بتتعرض لاول مره. لا، اتقال ان هو على حساب. لا، ما اتقالش حاجه خالص. لا، ده خطاب طالع بوضوح. لا يعني قصدي، لا اتقال، لا اتقال في قنوات ان هو ده طالع على حساب الاتحاد او معلش الله اعلم. لا لا لا، اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده حضرتك بتقوله. لما انا هقول لحضرتك يعني، خليني احط كل الافتراضات بعد اذنك يا باشمهندس. في النهايه زي ما اتفقنا من الاول، اذا كان هناك خطا لابد نقول انه ده خطا. طبعا مش عيب. لكن لو احنا دافعنا عن امر ما وهو واضح وضوح العيان انه امر ما يجب كان ان يكون، فهنا يبقى احنا هنا بن يعني لازم نكون صرحاء في المنطقه دي. الخطاب اللي طالع قدام حضرتك هو خطاب موجه من اتحاد الكره المصري الى الاتحاد الاماراتي، بيقول فيه ان احنا عندنا 5 2 1 2 دول اعضاء مجلس اداره. انا عارف ان حضرتك قلت كده. عارف بالظبط كده. وبعدين 3 4 5 دولت منظمين. وهنا لابد ان انا اسال الشركه الراعيه، طب انتوا بعتوا الاسماء دي ليه لاتحاد الكره كمنظمين؟ طيب احنا ما نساله بعد اذن حضرتك استاذ عمر نايل، وهو المسؤول عن شركه نان ستوب. يا استاذ عمر، مساء الانوار.
مساء الخير يا كابتن مدحت، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالضيوف اللي مع حضرتك. اهلا بيك. يعني هو السؤال، انتوا ليه بعتوا لاتحاد الكوره بتقولوا له عايزين تأشيرات لواحد اتنين اسماء، مش حابب اقولها ان كلهم ناس محترمه طبعا، يعني بعتوا 6 اسماء بتقولوا فيهم ان هم منظمين وانتوا بتدوهم هذه الصفه وهم ليسوا كذلك، ليه؟ طيب كابتن مدحت، اتفضل. احنا الطلب مننا من الاتحاد المصري ان احنا نحط 6 اسماء بالظبط في لستة. انت لو قريت الجواب الخطاب بتاعنا لا قايل فيه منظمين ولا قايل فيه ان هم تابعين للشركة ولا قلت ان هم تابعين للاتحاد المصري اساسا. الطلب مننا في يوم 1/10 صباحا وديا ولا رسميا؟ انا كرئيس شركة ان ده الخطاب ده رسمي ان الناس دي، قال لي الناس دي منظمين. يعني انت خلاص، حضرتك عندك جواب من اتحاد الكورة بيطلب فيه منك ان انت تسافر الناس دي؟ لا، بناء على اتصال من ودي تشويقي ان في اتصال واحد. من مين؟ بناء على اتصال من مين؟ دول منظمين. من مين؟ طالعين مع الاتحاد. اتصال من مين يا استاذ عمر؟ من كابتن محمد زياد. من كابتن محمد؟ لا، ما هو كابتن محمد زياد تبعك، ما انا بسالك انا، بسال محمد زياد عضو مجلس الاداره يا فندم، استاذ مجدي المتنوي. ايوه، اتصل بكابتن محمد زياد. ايوه، قال له ان في 6 اسماء او 7 مش متذكر. 6؟ الناس دي تبع ده اللي وصلني من كابتن محمد زياد. أيوة. الناس دي تبع اللجنه المنظمه للمباراه. خلاص اوكي، تبع اللجنه المنظمه للمباراه من قبل اتحاد الكوره. ايوه، انا بقى بعت الخطاب ليه؟ لان هم كانوا عايزين يبقى حاجه سبورت للكلام، حاجه مقويه او حاجه. ان انا ما اعرفش مين يا فندم اللي طالع من البعثه المصريه بالظبط. انا ما اعرفش مين دول. انا مجرد ان انا بساعد عشان البروجكت يعدي خلاص. يعني معلش انا اسف، التاشيرات اللي طلعت اي ثينك ان معموله فور فري، ما دفعش فيها فلوس. ازاي من فلوس ايه؟ ايوه، من اتحاد الامارات. ايوه الاتحاد الكوره ليه وعليه، واحنا برضو لينا وعلينا، والاتحاد الكوره برضو ساعدنا ان احنا نطلع تاشيرات السنغال وزامبيا فور فري، احنا ما دفعناش حاجه. كويس، لان احنا اللي ملزومين بيها. كويس. طيب السؤال الثاني يا استاذ عمر، هو ليه محتاجك الاستاذ مجدي المتناوي اذا كان الامر بهذه البساطه والسهوله؟ كان اتحاد الكوره بعت مباشره الاتحاد الاماراتي يطلب منه تاشيرات للسته دول، يعني مدخلك ليه في الموضوع؟ كابتن مدحت، انا وصلني لسته بعدها ان في الناس دول طالعين كمنظمين. اللسته دي مع حضرتك ولا لا؟ معايا اللسته والاسماء، بس انا مش حابب اقول اسماء، كلهم ناس محترمه، ما مش حابب اقول اسماء على الشاشه. تمام. يعني انا طالع ان دول بوردنج، يعني دول من البورد بتاع المباراه، دول بتاع اتحاد الكوره. تمام. لما يبقى الورقه دي معايا والملف اللي انا بعته، يبقى احنا كده، احنا يا جماعه احنا كنا قبل المباراه الاجواء كانت جميله قوي، وكان في كله بيساعد، وبرده ما كنا في الامارات في ناس ساعدت. اللي حصل بقى او المشكله اللي حصلت دي غلط مين او مش غلط مين، دي حاجه احنا اتكلمنا فيها كتير، واظن الموضوع واضح لكل الناس. ان انا اعمل حاجه عشان فيها اساعد فيها اتحاد الكوره، انا اسف، انا ما شفت استاذ مجدي لمده 3 دقائق في الفندق وهو داخل عشان الباسبورتات بتاعتهم، كان الريسبشن مش عايز او مش بيقول لا دول جايين تو ليت، جايين متاخر، انا اللي وقفت وخلصت الدنيا والسلام عليكم. وعليكم. طيب ده هيخليني اسال باشمهندس محمود الشامي، يعني بما ان الموضوع بسيط وسهل، وممكن يبقى بسيط وسهل، ليه اتحاد الكوره ما بعتش مباشره اتحاد الامارات يقول له طلع لي تاشيرات للناس؟ هو الموضوع، ما دول اصدقاء الاستاذ مجدي متنوي زي ما حضرتك قلت. يا سيدي مفيش مشكله، بس ما انا فاهم مفيش مشكله. زي ما قال عمر، زي ما قال عمر، تذاكر ولا متحمله فلوس ولا لا؟ سؤال يا باشمهندس، هو بيقول لحضرتك بقى ليه ابعت للجنه المنظمه اقول له بعت لي دول؟ يعني هو عمل طبعا دي مش هتضر، يعني هو الموضوع لا، انا خطا خطأ. انا عايز افهم ليه السبب. اقول لك السبب حضرتك، السبب الموضوع زي ما قال عمر، الموضوع جه بسرعه، يعني او قراره في ان هو يسافر مع الناس دي، التاشيره بتاخد لها 5 6 ايام. طيب لكن هو المشكله كلها الوقت، كان ممكن هو يروح هناك لغايه المطار ويطلع التاشيره وهو واقف. الاتحاد الاماراتي عمر عارف اسهل ما يكون، زي ما حصل لعبد الله السعيد وزي ما حصل من خلال جوابك انت المباشر، الناس معاها تاشيره خالص، ولو هو في المطار وعايز تاشيره بثانيه بتيجي، يعني دبي ما فيهاش مشكله. انا عايز افهم، فمش ليه؟ عايزين الموضوع 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 يا جماعه، برضو انا عايز اوضح حاجه، الموضوع بسيط خالص، مش هو ده الموضوع اللي جه نقعد عشان
تأشيرات السنغال طلعت هم في المطار. يعني تمام. عايز اقول انا عايز بسال ليه موضوع فده اللي حصل. ده اللي حصل محمود، ده اللي حصل يا كابتن مدحت. اكتر من كده ان انا اعرف استاذ مجدي او اعرف اصدقائه او اعرف مين اللي طالع من البعثه المصريه، انا معلش انا بتعامل مع ورق مش بتعامل مع شخصيات. بالظبط بالظبط. استاذ مجدي انا شفت لمده 3 4 دقائق فقط في حياتي بحد في الفندق هنا. لا احنا ما بنسقطش اي اسقاط يا استاذ عمر على اي حد. احنا الناس بتحتاج تفهم، لانه اللي انا اللي حتى هذه اللحظه انا مش مستوعبه. وانا بشكرك استاذ عمر اولا، شكرا جزيلا على المداخله، بشكرك شكرا جزيلا. اللي انا عايز استوعبه باشمهندس محمود، الناس اللي مش هتبص ليه، هقول لك هو ده السؤال، عشان انت خليت الناس كلها تتكلم. هقول لك ليه يا كابتن، ليه ما كان الموضوع سهل؟ العمل العام ده موضوع، لا الموضوع كان سهل، يكون انسان اكثر حرصا من كده. دي معموله بحسن نيه، لكن الناس اللي مشت طبعا عايزه ايه؟ تسوق سمعه مجلس اداره الاتحاد، وعايزه تطلع تقول الاتحاد بايظ، والورق ده بيطلع كل شويه، واحنا متوقعين ده، يعني متوقعين واحنا بنصلح في الاتحاد وبنطور فيه هيطلع ورق من ده. ما هو احنا ما عندناش مشكله طوعيه واختيارا في موقف ما هو بص انا عارف ملوش معنى. ما طيب ما هو موضوع ملوش معنى اكبر من غير سبب. يعني ايه اللي يخلي الاستاذ مجدي متناوي يكلم عمر نايل يقول له ابعت لي جواب على اتحاد الكوره، قول له كذا كذا؟ ده غلط ولابد ان يحاسب عليه. ايوه بس مش لابد ان يحاسب عليه. اي سوء نيه يعني، ما فيهوش اي سوء نيه. النهارده برضو انا معلش ما تزعلش مني يا حاج محمود، انا النهارده كاتحاد كوره لما ابعت لسته فيها 2 اعضاء مجلس اداره وثلاثه انا ما اعرفهمش كاتحاد كوره، ان دولت من اللجنه المنظمه اللي رايحه تنظم المباراه، هذا امر لا يليق. ما هو ده من ضمن المحاسبه، هذا امر لا يليق طبعا. ويتحمل مسؤوليته الاستاذ مجدي المتناوي طبعا، ان هو اللي دخل الشركه في، لانه راجل قال بوضوح كلمني استاذ مجدي. حضرتك لما دخل ثلاثه، واصلا يعني زي ما قال فلوس تاشيره السنغال وزامبيا المفروض تبقى على حساب شركه السنغال تحديدا حسب العقد، لكن احنا كنا كان في تعاون وهدف ان الماتش يتلعب، ما كانش حد هدفه ان يحصل الخلاف اللي موجود ده اللي اتصعد لاغراض شخصيه. عايز اقول لما بتخش بقى المصالح والناس اللي بتمشي والناس اللي عايزه تصفي حساب مع الاتحاد، انا لما بشتغل في عمل عام في كل اللي انت بتقوله ده انا معاك، انا معاك لما بعمل عمل عام انا ما ينفعش ان انا بس لازم في حاجات حد يمسك على حاجه تتعمل. يعني في حاجات ما يجبش تتعمل، لان ده محرر ومختوم وطالع وبتاع، ما كان يجب. كلام سليم 100%. كنت ريحت دماغك وحضرتك في هذه المجاملات بتحصل كل شويه في الماتشات والكلام ده كله مش هيتعمل. يعني احنا واحنا بنصلح بيجي برضه حضرتك بتلاقي بيجي تلاقي تقول ان ده مصور وهو مش مصور، ده مندوب الشركه الراعي، ده بيحصل ما هو زال بيحصل واحنا هنصلحه، وبتصلح دلوقتي بايديات بسيستم بكله. زال في الماتشات بتلاقي اعداد كبيره، ده يجي تحت بند الشركه الراعيه، ودي يجي تحت الشركه المنظمه، ودي كل ده بيحصل في الماتشات وبيحصل. محمود انتوا عندكم ناس لكن كان قبل كده بيبعتوا فاكسات من الجهاز بتاعهم هم، وبيحطوا دعوات لاسماء واتحاد الكره لا يعلم شيء عنهم المجالس السابقه. ما انا بقول لحضرتك كان بيحصل. كان بيحصل حضرتك موجود معانا. وهذا امر لا يليق. لا غلط. يعني هذا امر لا يليق. ما يعملهاش عضو مجلس بقى. لو كان كانت بتحصل عندنا من بره في ايام في المجالس ما بنعرفش عنها حاجه، وده غلط لا يليق. ده لا يليق على الاطلاق، على الاطلاق يعني. اما مساله انه احنا بنشكك ناس محترمين، لا لا محترمين وعلى حسابهم وكل حاجه، لكن خطا. وعلى حسابهم. لكن خطا. وهذا امر ما بنخشش فيه، لكن هذا خطا لا يليق. وبعدين حضرتك التاشيره حضرتك زي ما حضرتك بتقول تيجي في ثانيه. بالظبط. من غير ما كنتش انت محتاج القصه دي كلها خالص. لكن هو الضغط سبب. المهم ان احنا فقعنا الدم ده دلوقتي. حاجتين عارف قدام الناس تبقى فاهمه. حاجتين ليه يا كابتن مدحت؟ حاجتين ان هو انها لو بره الاتحاد هتاخد لها 4 5 ايام يكون المده، وكان لازم هو يرتب من قبليها وتتاخر الوقت. الحاجه الثانيه انه ان الشركات اللي انا مش موافق على اجابتي. تاخد وقت والله. لان ما هو الجواب اللي جاي لك معانا يساوي نفس الجواب اللي هيطلع من الاتحاد. هو لا مش اتحاد، ما ينفعش يطلع من الاتحاد برضه. ما ينفعش يطلع من الاتحاد، هو لازم يطلع عن طريق شركه سياحه. ما ينفعش، ما هي نفس المشكله. لو طلع من الاتحاد غلط برضه. ايوه بس انت الجواب طالع من الاتحاد. لا مش قصدي حضرتك بتقول لي كان يطلع بدل ما يطلع من الشركه الراعيه الاتحاد اللي يبعت. ان ده برضه ما ينفعش، ما يبعت ليه؟ ان دول ضيوفك. ما ينفعش برضه. ليه؟ ما ينفعش. ما انت مطلع 43 واحد. فين؟ هم ايه؟ بتوع ايه؟ ايا كان. لكن طالع كله يعني اذا انت لجأت لامر غير قانوني عشان تصل الى امر قانوني. كله بصفته، كله طالع بصفته ال 43. يبقى اذا دولت ما كانوش هيطلعوا الا اذا جه جواب من الشركه الراعيه بتاعتهم. هو يطلعوا عن طريق شركه سياحه عادي. طيب يبقى في الحالتين ما كانش يجب يستخدمني انا بقى. يعني ما يستخدمنيش انا. في شك طبعا، كان في حسن نيه لكن في خطأ طبعا. في خطأ طبعا. طيب. ال 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 الاقالات اللي تمت بقى ورا بعضيها دي. يعني نحن نشتم بسماحتك اللطيفه في الحوار، وانا بحييك على روحك الجميله. وخلي بال حضرتك
لو احنا قررنا امر ما على الهواء بخطا ما ده افضل مليون مره. لا لا من احنا مش جايين من الكلام الكتير. لا والله كابتن من الكلام الكتير حضرتك عارفني احنا انا عارفك كويس في اتحاد الكوره بنشتغل بامانه وباخلاص واشتغلنا فعلا في الثلاث سنين دول في ظروف اصعب ما يكون وراضين تماما عن الاداء اللي موجود وعندنا بعض الاخطاء اداريه لكن الحاجه الغريبه وعندكم ايجابيات محترمه جدا اشتغلنا في حاجات كتير جدا بيها في الحين الحمد لله يعني من الحاجات بيها بس بيبقى في اخطاء لازم نتكلم فيها. المشكله ان الموضوع واخد اكتر حاجه ولما بدانا نصلح الناس بدات تقول انت دول مشوا ليه ودول كبش فدا. لا ما احنا هنا بنربط بقى هنا بنربط يا ريت بقى نتكلم فيها ليه بقى هنتكلم فيها دلوقتي. انت حضرتك دلوقتي بنربط ليه؟ لانه هناك ناس ملهاش في الليله دي خالص يعني الليله دي كلها اللي حصل ده كله مين اللي وافق على المنتخب الاولمبي ولا واحد من دول له دخل في الموضوع ولا احنا مفيد على المنتخب الاولمبي بالظبط كده انا بقول لحضرتك يعني مساله الثلاثه اللي سافروا باللي احنا شرحناه ده ولا حد له دخل فيه. العقد اللي اتعمل عقد محترم جدا وشفناه ما فيهوش اي مشاكل على الاطلاق. الناس الشؤون القانونيه اللي مضوا عليه ناس كلها محترمه وما لهمش في تفعيل العقد هم في كتابه العقد وليس تفعيله. تفعيله هذا شأن مجلس الإدارة والناس القائمين. لا إدارة الإدارة الثانية في إدارة تانية بتنفذ عقد اتحاد الكرة ما بتنفذ. لا يعني اللي بيكتب العقد ده اللي بينفذه حتى تاني مش مجلس إدارة برضه بالظبط يعني إدارة تنفيذية يعني أخرى إدارة تنفيذية أخرى بالظبط لكن ما هوش اللي عمل العقد ملوش دخل بيه على الإطلاق. طيب. فإحنا عملنا ربطنا هذا الموقف بتصور إن هو كالعادة إحنا عندنا نحب نحط إيه في توقيت معين مجموعة طلقات نارية سريعة نمتص بها غضب الناس لأن الناس كانت غضبانة كانت غضبانة طبعا وكان في راو كبير على الماتش ده كان في راو وانت عارف عندنا كمان في مصر الحاجات بتكبر قوي. تمت مجموعة إقالات علاء عبد العزيز طبعا ما حدش يقدر يقيله لكن تحرك من مكان لمكان. وليد مهدي تمت إقالته ومشهود له بكفاءة كبيرة جدا في العمل بدليل ان هو انا على فكرة ما دفعش على حد خالص ومش شغلتي لكن احنا بنحط دلائل. الراجل ده اشتغل مع مجموعة من مديرين فنيين ولا واحد فيهم سابه الجميع بلا استثناء مسك فيه. نروح بعد كده على سمير عدلي حدث ولا حرج. كابتن أنور صالح ده مسك الاتحاد كمدير تنفيذي في وقت كانت الدنيا في مصر مقلوبة واستطاع وعمل ويعني ما علينا. ايه أسباب الإقالة؟ بص حضرتك اتفضل خلينا نعترف إن احنا وجهة نظرنا في الاتحاد المصري لكرة القدم ان امام الراي العام كله عندنا قصور في كتير من القطاعات الموجوده في الاتحاد المصري وده بشهاده الجميع. محدش ينكر ان عندنا مشكله في اداره التعاقدات والتسويق ومن اول لحظه بنقول ان التسويق محتاج تغيير ومحتاج دماء جديده. نعم. من اول مشكله من اول العقد بتاع عمرو عفيفي من اول عقد اديداس من عقد بوما من اول العقود الرعايه وسيركت بريزنتيشن ومشاكل عصرناها عندنا مشاكل في العقود وتنفيذها. مش تقصير من الناس اللي موجوده لكن مراحل بتطور فيها الاداء وعندنا مشكله في اداره المنتخبات وعندنا مشكله في اداره وكسور في اداره الاعلام في ادارات تنفيذيه وفي مشكله في اداره الفروع. دي حقيقه حاسين بيها احنا بنقولها من اول ما جينا المجلس وما غيرناش في الاداء اكتر ما ان احنا بنحاول نحط كده نرقع وكل ما نرقع نجيب حد يمشي نجيب احمد الجوهر يجي في السيستم ما لسه مش عارف يشتغل. معوقات هنا معوقات عملنا وشفت حضرتك البرنسيه عملنا للربط الالكتروني في الفروع وان الدنيا كلها تشتغل نت وتشتغل وتصادر ورق بنتاجر صعوبات شديده في ان المسابقات تشتغل كده وان شؤون اللاعبين اشتغلت كده اللي هي الصعبه ومسابقات والحكام وتصادر ورق والتبذير في معوقات كثيره جدا. لما جت المشكله اللي موجوده بناكد ان احنا ما عندناش حد قدام عينينا متهم في شرفه او في نزاهته عشان الناس تقول ايه حاجه هو بيقول ايه هننظف. الناس كلها ناس محترمه زي حضرتك كابتن انور صالح والناس دي ومصطفى طنطاوي نسيت اقوله كان شاب رائع وكان بيعمل لنا مدخلات اكثر من رائعه. ممتاز ممتاز جه في الموقع وكنا حابين نطور الموقع احنا بنحاول نطور. حضرتك راضي عن اداء الموقع في الاتحاد المصري لكره القدم بصفتك الخبير؟ هل ده موقع يمثل الاتحاد المصري لكره القدم على الاطلاق؟ ده يمثل لم ينجح في الموقع وفجاه لقيناه متحدث اعلامي كل فجأة انتوا ايوه يعني فجأة لقيناه بيروح هنا ويسيب دي هو ممتاز جدا في شغله ممتاز في شغله لكن في الموقع اللي احنا جبناه فيه برضه ما اداش اداء كنا متوقعينه. مش عشان يمكن عيب مش منه عيب من السيستم مش مساعده ان هو يطور او يشتغل. فهنا خدنا الموضوع ده من الزاويه دي ده الزاويه اللي احنا بصيناها في مجلس الاداره. احنا عايز اقول لحضرتك بمنتهى الامانه احنا اللي تعمدنا ان احنا نكبر الموضوع ما نعدوش كمان لان احنا عايزين نصلح وعندنا فرصة ذهبية النهاردة تأمن اتحاد فاشل اتحاد مش عارف يأدي دور وقلنا ندي الأدوار مستمرة الناس تتطور ونغير ونشكر الناس على الجهود اللي بذلوها ودي طبيعة الحياة
مش حد هيفضل في موقعه مدى حياته. ما في اسباب يا حاج. ايوه فاهم لحظه اهو. من لحظه النهارده انت بدانا مثلا. ما انا بحكي لك على التطوير اهو على كل المواضيع على كل المواضيع. نعم. هنخش لك بقى على هذا الموضوع. اتفضل. لما حضرتك تحط واحد مثلا في مكانه كمنسق حقوقي مثلا وتلاقيه بيعمل حاجات زي ما حضرتك بتقول غير 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 غير, غير الهدف اللي موجود فيه ده معناه مش شطاره منه قد ما هو تدخل او في عجز في مكان معين بيصلح ويبقى فيه اتنين بيشتغلوا فيه فمش عارف تحاسب حد. يعني تقول انت ايه اللي خلاك مثلا تتصل بالشركه ده دورك اصل فلان اللي قال لي اصل فلان اللي حضرتك قريت التحقيقات اللي فوضني فلان. طب فوضني فلان ده اصبح المسؤوليه عند مين؟ عند اتنين ثلاثه احنا مش عارفين نحاسب حد. نعم. فهنا جت وجهه النظر ان احنا يمكن الناس متضايقه انها جت في توقيت هو الموضوع نفسه هو توقيت قاسي وهو قاسي على مصر كلها وعليها لانه ربط الناس بين الناس دي انا معاك اللي حصل وانا معاك مالهاش اي دخل وانا معاك بغض النظر عن لا او مالهاش لا اذا كان ليها اقول لا 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 لا, لا مش عايز اخش في التفاصيل دي اصل دي مجادله ده مهمه جدا لا مجادله لا مجادله قولا واحدا كله له بنسب كله له بنسب لانه يعني وليد مهدي له بنسبه عارف كبيره جدا وليد مهدي مش شغال منسق حقوقي كان وليد مهدي في وقت من الاوقات هو مدير اداره المنتخب وهو مدير هو اللي حضرتك مش شفته في الكاس شفته في الصور لا كان في صلاه لا كان ياخد صلاه اكبر بكثير من منصبه صلاه بياخدها منكم أيوة انتوا اللي بتدوا له الصلاحيات برافو عليك ويتحاسب برضه لو اخطا فيها بقى مش عشان هل له دور في التعاقد مع المنتخب الاولمبي السنغالي لا احنا ما تعاقدناش مع المنتخب السنغالي لا ما هو جاوب اهو قدامي اهو يا فندم جاوب قدامي اهو بتاع الاتحاد السنغالي هو اللي جالكوا مكتوب اهو اندر 23 لا لا ده 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 عشان نوافق عليه هو ده تاريخ كام ده حضرتك ده بتاريخ 15 اقول لحضرتك 7 اكتوبر ايوه عشان نوافق ما ضل رفضنا ان نلعبه يا بيه ما جاي يقول لك العب توافق عشان نلعب الماتش رفضنا ده ياكد ان احنا كنا صح الورق كله لغايه 7 5 10 منتخب ايه وده اللي احنا شاكين بيه الاتحاد الدولي كل الورق اللي جاي لنا منتخب ايه؟ ما عندناش ورقه بتقول اندر 20 دي عشان نوافق عليه يطلع من الاجنده الدوريه يطلع من الماتش. القصه دي بعد الاتحاد الاماراتي ما خاطب الاتحاد السنغالي والاتحاد السنغالي رد. لا يا حضرتك بعد ما احنا معانا جواب الدولي. لا معانا جواب من الاتحاد الدولي لما رد وقال مش هينفع الاجنده الدوليه بالظبط كده جه ليه بناء على ايه بقى؟ جولدن جول الشركه المعتمده بعت للاتحاد الدولي توافق على الماتشين الجزائر واحنا قالوا لا ده هنوافق عليه ده مش هيبقى خارج الاجنده لو وافقنا عليه هيتلعب خارج الاجنده وده جالنا الجواب بكده. لازم كان في شركه مثلا اسالك سؤال هنا بس الله يسعدك هو يقدر نون ستوب يخاطب اتحاد السنغالي مباشره؟ ما تقدرش لازم هو مين؟ هو غير معتمد هو عن طريق طيب يبقى كان في واحد معتمد الراجل بص الراجل كان نيته يعمل شغل ويعمل حاجه لكن هو الظروف جت كده ولا هو نصب علينا ولا اي حاجه جت الموضوع انه الموضوع الخمس ايام انت عارف لو كان الماتش يوم 7 كانت لعب الماتش يوم 7 يوم 1 انا يمكن انا قلت واحد. هنا جمله يا باشمهندس لكن هو حضرتك اتفق معايا الاول لما جينا بقى عايز اقول حاجه جينا النهارده بس عايز اوطي جينا بقى حسينا ان احنا محتاجين ان احنا نطور ندخل دماء جديده غير معقول حضرتك ان احنا يبقى عندنا لا مع احترامنا الكامل للكفاءات اللي موجوده فوق الستين وعارفين ان الناس محترمه جدا لكن العدد لما بيزيد عن حده انت ما بتقدرش تمشي احنا عايزين بنعيد تقييم قلنا الهيكله دي من حقك لما اقول حضرتك مش في التوقيت لا احنا بص التوقيت قاسي انا معاك بس حضرتك بقى ايه ما هو برضه محدش رحمك لما انت النهارده اتحملت المسؤوليه كامله انك انت فاشل وما انتش عارف تدير ما هو انا بحط السياسات اللي بيديرها الجهه التنفيذيه كل حد مين مسؤول في دول عن اللي حصل يعني انا قلت حاجه هنا كنت عايز اقولها والله فندم انا عايز اتكلم في تفاصيل في المواضيع انا بقول لحضرتك بكل ده مهم للراي العام لا انا عايز اوضح للراي العام الادارات كلها مقصره هو بيه هو ما تحطليش في حاجات ما تجيبليش مثلا غرامه على الشركه الراعيه مثلا ملايين الجنيهات لما كانت موجوده وتقولي منسق حقوقي بيأدي وقت وجهه ما احنا عندنا تقصير في كل المناحي احنا حاسين بيه واحنا بنصلحه فساعدونا نصلح ونكمل المنظومه كلها ونشوف الوجوه الجديده اللي حضرتك لو تفتكر لما جت كنت حضرتك موجود معانا لما جه وليد العطار ومدام ليلى وخمس سته اللي جم متغربين جامعه عملوا ايه في الحاله اللي موجوده احنا محتاجين كده محتاجين نفرغ الاول ونمشي مش بننظف زي ما بيقولوا طب احنا ما شفناش حد من المجلس اتحاسب يا حاج محمود يعني النهارده يعني المجلس هيتحاسب قول لي يتحاسب ازاي ما انا لا انا هسال حضرتك يعني النهارده مثلا يعني اللي رايح الناس المجلس قدم استقاله لا لا, لا 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 خالص بالعكس ما هيتحاسب ازاي لا ما انا هقول لحضرتك يعني النهارده المجلس يقول ايه ما انا هقول لحضرتك يعني النهارده مثلا المنتخب اللي راح دبي ده او راح الامارات منتخبنا ماذا لو ما لقيناش حد يحاسب على الاوتيل كان الموقف بتاعنا احنا كمصريين هيبقى شكلنا ايه؟ لا كنا ندفع
يعني الموقف ده متقيل طبعا. ماذا لو ان الاتحاد الاماراتي قال لك مش هتتلعب المباراه ويخاطب الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يرد عليه يقول له لا الماتش ده ما ينفعش، وبعدين يوم يقول لنا الماتش ده يا جماعه ده انتم مش عارفين. انا كنت بسال سؤال لحضرتك طبعا فيه. كان عندي سؤال واحد، يعني النهارده الماتش ده كان يوم 8 يا فندم، ده زلزال اللي حصل ده، زلزال طبعا احنا حاسين بيه يوم 8 يعني مثلا لو عشان كده على قد هذا الزلزال بنصوب ونصلح، لان برضه اسمعنا ولا اثنين ولا ثلاثه احنا ناس محترمه وناس ناجحه في اعمالنا طبعا، انتوا ناس كلكم. لكن لما يجي النهارده حضرتك انا حضرتك بحط السياسه والتاسيس التنفيذيه ما بتشتغلش مره واثنين وثلاثه، حضرتك انا بعاقب نفسي اني بتحمل مسؤوليه كامله. احنا قلنا كواكس دارة المدير التنفيذي انا المسؤول تماما، وانا في طريق الاصلاح، والنهارده يوم الاحد فيه خطوات اخرى اصلاحيه في الفروع. حضرتك النهارده احنا بنصلح في كل المناحي، في 25 فرع بنصلح في كل النواحي، فده عندك ايجابيات ما فيهاش فصال، وبنصلح ولو قلنا غير كده نبقى احنا ناس مضاهيين. وانا بقول لحضرتك هنكمل المشكله الاداريه اللي هي حضرتك حضرتها، جت شركات دفعت خدت 400,000 و500,000 على الورق وما تنفذش حاجه، كل ده لان في دوله عميقه جوه الاتحاد المصري لكره القدم وفروعه بتعوق اي طب مجال. الشرط الجزائي اللي حضرتك حاطه مع نانستوب هل هتقدر تاخده؟ بص حضرتك الشرط الجزائي ده اللي هو 100,000 يورو احنا هنبعت. بص حضرتك ده هتقول انك انت تبعت للشركه تقول لها انت ما التزمتش، دي عمليه وجهه نظر. احنا حضرتك في موضوع الشرط الجزائي ليس له اي ضامن، انك انت بتاخد اجراءاتك القانونيه ومعاك دفوعك ومعاك ورقك اللي بيقول انا اشتغلت مع منتخب ايه، واللي اكد لي ان يوم 7/10 جاي لي يقول لي منتخب الاولمبي، ما هو كان في الاول هو اللي اخل. احنا رايحين مع الاتحاد الدولي، رايحين مع الاتحاد السنغالي. انتوا الشرط الجزائي واضح فيه ولا بيتقال ان خلال فتره معينه تحل ودي؟ لا على الطرفين، لازم ابعت له الاول يرد حسب الاتحاد الدولي، ما كانش بروح للايه للاتحاد الدولي والناس. عايز اقول حاجه، احنا لما بنيجي لما جالنا المشكله بتاعت استاذ عمرو عفيفي وفسخنا العقد ورحنا شرعنا في ده، خدنا ايه عقد ب 27 مليون، انا 27 مليون دول ضاعوا للاتحاد، بس خدت حكم بيهم، خدت اجراءاتي، خدت فلوس. لو كنا احنا مشينا وسيلنا خطاب الضمان بتاع الشركه الراعيه اللي شايله الدنيا دلوقتي وشايله الانديه ونجحت بالدوري وبعته بالازهر الارقام الكبيره، يبقى اذا احنا بناخد الايجابيات وبرده لنا رؤيتنا في علاج الامور، لنا رؤيتنا في الامور. احنا شايفين ان ده معسكر ليس له اي تحمل مالي، واللي التحمل المالي اللي يتحمل هيتحمله خارج الاتحاد المصري، حتى لما يتحمل الى تذاكر سفر في النادي، وده حضرتك وفر للاتحاد 4 مليون جنيه لو احنا كنا لعبنا الماتشين دول في مصر عشان استقدم فرقتين العبهم او فرقه لعبها بالتذاكر بالاقامه بالفنادق بالحجز بالمباراه، ده كلف. فاحنا ماليا احنا محافظين على حقوق الاتحاد، كمان احنا بنشرع في حصول على حقنا باختلاف وجهه نظر مع شركه، وما عايزين نقول لما بنروح احنا ولا بنتهمهم ولا هو بيتهمنا، احنا رايحين بوجهه نظرنا وهو بيدافع بوجهه نظره، عشان بس ما نبقاش ايه انا كنت اتصور انا شايفها ملهاش لازمه تمام. لان حضرتك لا هي موضوع مهم. لا في ناس يعني يعني عايز اقول ايه احنا من وجهه نظرنا شايفين ان احنا رفضنا نلعب منتخب اولمبي، لان احنا كنا عايزين منتخب ايه لم يتوفر ملعب، دي دفاعنا ومن حق الشركه انها تحط دفاعها قدام، والاتحاد الدولي اللي هيقرر مين المخطئ. هو انتوا طبعا جالكوا خطاب ان انتوا لغايه دلوقتي ما حسبتوش على تذاكر حتى الطيران لغايه دلوقتي. لا مالناش دعوه بتذاكر الطيران خالص. مالكوش دعوه. لا احنا المفروض العقد معانا ان ستوب. احنا موضوعنا بس هو موضوعنا ما دفعتش على لا لا بتاع زامبيا اللحظه دي. لا لا دي حضرتك مالوش دعوه بيها الناس. حضرتك كويس حضرتك قلت الموضوع ده. في فرق بين التذاكر بتاع ماتش زامبيا، تذاكر ماتش زامبيا ده تعهد الاتحاد المصري لكره القدم، ان لو ما سددش اللي هو الشيء هندفع احنا فلوس. هتدفعه انت. انا هتندفع من خارج الاتحاد عشان بس تبقى عارف يعني رقم بسيط. يعني في تكلفه ما. لن يتحملها. بص احنا لن يتحمل الاتحاد المصري اتحاد كره القدم ولا اي مليم واحد. طيب انا هنا كنت تساءلت يوم لما حصل المشكله بتاع المنتخب الاولمبي، قلت بوضوح شديد جدا، قلت ان الصديق علاء عبد العزيز هو راجل صديق وقديم وعنده خبره، قلت كان ممكن جدا ببساطه شديده بمجرد الاتفاق مع شركه نانا ستوب ان احنا هنلاعب السنغال، كان فاكس صغير قوي وليكن حتى فاكس كانه دعابه او لطف او ظرف للاتحاد السنغالي، بيسعدنا ان احنا هنلتقي بالمنتخب الاول السنغالي بتاعكم يوم كذا الساعه كذا. ده راح وجبنا راح اللي انتوا بعتوا قلتوا المنتخب الاول. هم بعتوا لنا ايه؟ هو بعت لك جواب قال لك انا جاي لك ايه؟ يا موجود عندنا ورق مستخدم هيطلعه لك بكره. بس ايه اوباسترو؟ ايه ولا في ابستر ولا في حاجه ولا ايه صريحه واضحه؟ يعني الجواب ده معاك. انا افتكر ان انا معدي على الموضوع عبره. يعني معنى كده ان هو رد عليك قال لك هلعب معاه ايه؟ ايه؟ قال لك ايه؟ ايه ولا في حركه ولا في اي حاجه؟ اندر 23 اللي قدامي ده جاي لك يوم 7 عشان نوافق على الماتش. ايه طب ازاي بعت لك ايه وهو عنده ماتش؟ هو اللي حضرتك الجواب ده سببه ايه؟ قالوا عشان احنا جاي كل كلام الناس محمد زيد ان ده الفريق الاول بس عشان نحل مشكله
الخمس ايام والخمس ساعات نقول ان ده منتخب ايه؟ اولمبي. نقول رغم ان هو معاه فريق اول ومعاه المدير الفني للفريق الاول عشان نعدي، دي كانت هتبقى فضيحه للمنتخب مصر انه يلعب مع المنتخب الاولمبي. قلنا عمره، فقالوا ايه؟ ابعت انت جواب، الاتحاد المصري يبعت جواب انه موافق، والاتحاد السنغالي يقول ان ده المنتخب الايه؟ الاولمبي. لما الاتحاد السنغالي يقول ان ده المنتخب الاولمبي يبقى خرجنا من ايه؟ من الشروط بتاعه الايه؟ فديت. ولا سيما ان يوم 15 جالك جواب قال لك مش هحسبه الاجنده، كده كده مش الاجنده، يبقى اعتبره منتخب اولمبي، وانت تقول ان انا موافق العب على منتخب اولمبي، يبقى الموضوع اتحل ونلعب الماتش. انا شايف انت قصدي الموضوع جه منين؟ انا فاهم، انا فاهم كلامك. يبقى ده معناه ايه؟ احنا بقى في مجلس الاداره رفضنا ان احنا نلعب على جواب. الحكام هيجي لك منين الحكام؟ ما هو لو ماتش دولي لازم يجي لك. لا ما في العادي، العادي ما خلاص منتخب الاولمبي خلاص، ما خلاص بقى اي حد سهل بقى كده، الموضوع سهل بقى. ولذلك انتوا نفسكم لما شفتوا الوضع بهذا الشكل يا بيه خطا انتوا رفضتوا. طبعا طبعا لا كان في اتجاه بيقول ايه؟ نلعب الماتش وخلاص. لكن احنا توابع وحدوا تمرينه دي كانت اشبه بتمرين عمرها ما تبقى مباراه كره قدم. كان مصر ما حصلش في تاريخ مصر، احنا قلنا ساعه المهزله بتاعت رومانيا قبل كده وكلام من ده، في قرار مجزره ان احنا ما نلعبش الا مع المنتخبات، ما نلعبش مع المنتخبات الاولمبيه، المنتخب ما ينفعش يلعب منتخب اولمبي، وده قرار صعب. هو عموما اتصل تاني عمر نايم الهولندا عايز يعمل مش عايز اخش في الموضوع تاني. لا خالص خالص، انا خليني بس هنا في المنطقه دي. خلاص انا مش عايز اتكلم في الموضوع. هو دلوقتي يا قاضي خلاص، اعتذر استاذ عمر، اعتذر استاذ عمر، خلاص اعتذر الاستاذ عمر من هولندا، لانه في النهايه الامر مرهون دلوقتي بان انت الدولي هو يرد في شكوى، احنا بنبعت له كمان، هو لازم يرد حسب العقد، هو اللي يرد علينا الاول، ما اقدرش اروح مباشره الا لما انا ابعت له انك انت ما التزمتش، يبعت هو رده، وبعدين الاثنين يروح الاتحاد الدولي في حريه كامله. يعني حتى لما جالنا الموضوع الجونه اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، بيبعت لنا موافقين على الشق مستعجل ولا لا، الاتحاد الدولي بيختلف ادائه، احنا لازم نبعت الاول احنا لنون ستوب بنقول له انت خليت بكذا كذا وبعتنا فعلا ومستنيين رده، وبعدين هتروح بعد هو حد طبعا من ضمن التسريبات. ما هو اليومين دول حصل تسريبات كتير في الموضوع. التسريبات دي سهله ايه؟ علاء عبد العزيز دخل على المجلس لما كنتوا هنا في 6 اكتوبر، قال لكم ده المنتخب اللي جاي، ده المنتخب الاولمبي، فواحد قال له طب خلصت الكلام اللي عندك، اتفضل بقى يا حبيبي بره، وقفل الباب. احد اهم اسباب الموضوع ده ان كل واحد عايز ينجو بنفسه، وكل واحد عايز يقول مش انا اللي عملت ده، فلان ده انا اللي ما اعرفش، ده فلان اللي عمل ده، انا كنت مهمش وفلان اللي كان واخد الورق. الحياه كلها مكتوب فيها كده، وفي الاخر انت مهمش، طب قاعد ليه بتمشي؟ يعني واحد همشك وشال منك صلاحات ما جزاك الحاج جايباك وانت مش متحمس، صح انك ايه؟ شكرا. انا ما انا حضرتك لما تبقى مدير مكان وحد بيقول لك ما لكش دعوه بحاجه، هتقعد تعمل ايه؟ ما انت متحمس. طيب اقلته وليد مهدي، اقلته كابتن سمير عدلي، اقلته الكابتن انور صالح، بينما انا مش بتكلم كده لو سمح الله يقال ان هو شخصيه ممتازه وبيشتغل، ولكن بقي علاء عبد العزيز. بص حضرتك، هل هو له وضع خاص جدا؟ لا مش خاص، هو حضرتك ولا ايه بالظبط؟ موضوع العلاقات العامه والمراسم، حضرتك احنا مع اعترافي بكفاءته على فكره، مع اعترافي بكفاءته الحته دي كويسه جدا. احنا محتاجينه في الحته دي. احنا لما اتكلمنا كان هدفنا الاساسي من المدير التنفيذي ومتحمل معانا المسؤوليه كامله بتحذير اكبر، ان هو اللي يقدم هذا الطلب ويبدا حركه الاصلاح. فده يقدم طلب ايه بقى؟ بالحاجات دي، ده طلبه هو، ان هو يعمل ايه؟ الناس تمشي. هو علاء اللي يطلب الناس تمشي؟ عميد ثروت المدير التنفيذي. المدير التنفيذي احنا عايزين نصلح. انا طلبت منكم كتير 100 مره قبل ما اخش المجلس ده، قبل ما اخش المبنى بعد الحريق، ان المبنى ده يدار بافراد معينه برؤيه معينه، مع الضغوط مع الناس قلنا لا نبدا وندي فرصه للناس، واللي يغلط نحاسبه. انا بقول لكم انت تحمل، انا بتحمس اهو، ساعدونا ان احنا نصلح ونبيس دماء جديده. التغيير ده مش سببه، زي ما قلت لحضرتك يا كابتن مدحت، مع احترامي الكامل، عشان كده برضو عشان ان الناس تعرف، هو يعرف كابتن انور صالح تحديدا، ده بالذات راجل خدم 16 سنه جدا، وانا بعشقه وبحبه، عارف بحبه قد ايه، كلهم الحقيقه كفاءات هايله وليس انتقاص من قدره، لكن المرحله القادمه تحتاج تجديد. وان شاء الله احنا متفقين انه سيكرم بالتكريم اللائق، ويبقى في الحاجه اللي تليق باسمه، مش مقصود لكن هم يسامحونا ان احنا الوقت بقى قريب، احنا اتاخرنا، احنا فاضلنا 6-7 شهور عشان نمشي. بسالك سؤال يا باشمهندس، لكن احنا مشملين خطه التطوير والاصلاح دون النظر ان ده يعني بيضر الناس، وجهه نظرنا، وجهه نظر المدير التنفيذي، وبناء على رؤيه منه وهو معانا في الاصلاح، مش بيعنينا، وبناء على رؤيته خطأك، وقد تطل ناس قعدوا لسه ما التزموش. يعني كمان ان احنا لما نحط حد اقصى لل60 سنه ونعمل عقود سنويه للناس، كل ده كان اصلاح حاجات، يعني كان حضرتك بياخد التامين ويرجع عشان يتعين بارقام كبيره، كل دي كان فيها مجاملات. واحنا بنعترف بيها، معناها ان احنا عندنا الخطا ده عند مين؟ عندنا احنا وبنصلحه.
فتساعدونا على الاصلاح، خلينا نخلص المنظومه كامله كلها. طب المعيار هنا اللي انتوا حطيتوه كمجلس اداره، هل معيار السن ولا معيار الكفاءه ولا معيار ايه بالظبط؟ الاثنين في بعض. بص حضرتك، احنا حضرتك الادارات اللي هي فيها مشكله، في ادارات فيها مشكله كبيره، اللي هي التسويق، التعاقدات، الادارات التنفيذيه دي الحساسه، هي دي اللي هندخل فيها دماء جديده. الادارات اللي هي السكرتاريه، الحاجات البسيطه اللي هيبقى فيها العلاقات العامه، اللي هيبقى فيها في حد قليل او واحد او اثنين فوق 60 وبعقد سنوي ولا يتجاوز ال 5000 جنيه حد اقصى. ده هينطبق على الاتحاد، هينطبق على المشروع الهدف، هينطبق على الفروع، ليس انتقاص منه، من كفاءات ممتازه جدا، لكن هي دي سنه الحياه. سنه الحياه والرؤية. طيب يعني خلينا يعني وجهه نظري انه كان ممكن الاخراج يبقى اشيك من كده. انا معاك انا يعني الاخراج كان قاسي جدا لناس عظام جدا. انا بعتذر لو كان في اي حد حصل قدام حضرتك، مش عارف انه كل مره اجي اعتذر عنك، مش عارف. لا بالعكس، ده الاعتذار من شيمه الكبار، مش في دماغنا ان احنا يعني قدام بيوتهم وقدام اهليهم، هم بقول لهم اسماء كبيره جدا ولهم مكانتهم، لكن هذه هي سنه الحياه. قرار اتاخر من سنه واثنين، اتخذ في توقيت اعتقد ان هو قاسي شويه، لكن ما كانش اقصب من المنظر العام لاتحاد كوره. كاد ان ينهار كره القدم في حادثه تشبه الزلزال زي ما حضرتك، حادثه مش سهله. وانسان لابد ان يعترف ان هو ما كناش هنصلح وهنغير، يبقى احنا مشاركين في هذا. طيب هو معلش انا هستاذنك، معلش ان هو مصر قوي، عنده معلومه مهمه. انا مش عايز عمر ليه قولها. يعني انا حيت ما تردش، انا بس هسمعه واستاذنك. يعني خلي بالك احنا برضو كده دلوقتي بنصفي قدام الراي العام، وده مهم. وده مهم جدا. انا عمري شفت الاستاذ عمر ولا انا شفت محمد زياد مرتين. لكن الناس ديت كانت جاده ان تعمل حاجه كويسه، بس تمام. الغاء الماتش هو اللي عمل، هو اللي رجل الدنيا كويس. هو زامل. احنا على فكره كل لما احنا بنحط الموضوع قدام الناس ده مهم. ولما جم وصمموا على زامبيا، برضه يتحسب لهم ان هم مرضوا كملوا رغم الخسائر اللي موجوده، واخلاق الشريك اللي داخل معاهم خسر وهم خسروا واحنا خسرنا. يعني طبيعي. محدش كسب طبيعي. من الموضوع طبيعي. حاجه ما كانش حد نيته ان هو يورط حد، ولا احنا كنا لا هو لا ولا هو انت عايز تعمل ماتش حلو وتستفيد بيه. حصل الموضوع خطا، احنا مش جايين يعني. طيب ناخده نشوف برضه هيقول ايه بعد اذنك يا محمود بيه. يا استاذ عمر مساء الانوار مره ثانيه، اتفضل. سلام عليكم كابتن مدحت. اهلا وسهلا. انا بس عايز اسال حاج محمود، اولا احنا مش في صراع، احنا بنوضح الحقيقه مش اكتر. بالظبط بالظبط. ففي بعض الاسئله عايز بس الحاج محمود يرد عليا فيها. اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل. اول حاجه يا فندم، حضرتك بتقول ان الاي ابستروف مش موجوده ومحدش يعرف عنها حاجه. الـ الخطاب بتاع الفيفا مبعوث لحضراتكم يوم 28 بتاع طلب السنغال او الموافقه على المباراه بين الاتحاد المصري وبين او الطرفين، الاتحاد المصري والاتحاد السنغالي، دي مبعوثه وفي الاجتماع بتوع 8 الصبح. انا بس بوضح لحضرتك، اتضح ان الجانب المصري ما كانش عنده علم تماما بالاي ابستروف ومش فاهمين يعني ايه ابستروف، مع احترامي للالقاب. هل الجواب ده ما وصلش لحضرتك وشفته يا فندم؟ استاذ عمر، الجواب اللي جاي بالموافقه الاولانيه بتاع الاتحاد الاول الطلب قبل ما يظهر بوركينا فاسو او قبل ما يظهر زامبيا، كان بتحضرك متعاقد على منتخب زامبيا السنغالي الايه؟ الاول ولا ايه؟ الاول يا فندم. ايوه بس ده اللي عايز اسمعه من حضرتك. تمام، برافو عليك. تمام. لما ماشي، سؤال تاني بقى. استنى بس، استنى بس حضرتك. يعني يوم 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 مشروع الهدف، استنى بس، لسه اللعيبه دي راحت لكم مع تصفيات. استنى بس يعني انت جاي، انت كنت جايب المنتخب السنغالي الاول، ما كنتش جايب المنتخب ولا المطعم ولا المفرقع ولا بتاع، كنت جايب الاول، كان هدفك الاول. محمود استنى بس يا استاذ، يعني عشان بس نوضح حضرتك دلوقتي، يعني انت دلوقتي انا اديني فرصه عشان وقت البرنامج حضرتك. ما هو حضرتك احسن، بس الموضوع ده لما انت وصلت لحضراتكم يا فندم، يعني لما انت اللاعبين دي وصلت لكم يوم 27 لسه، ونفس الليسته يوم 11، ونفس الليسته يوم 13، ليه ما اعترضتوش وقلتوا لا احنا مش هنلعب؟ ما هو بعدين بقى دي حاجات محل تحقيقات. انا خدت منك انك انت متعاقد على المنتخب الاول. شكرا. تمام. ومين اللي قال حضرتك شكرا جزيلا كمان عمال نفسه بوجودكم كلكم في مشروع الهدف؟ انت كنت موجود سيادتك؟ انا سامع بودني الحوار. انت كنت موجود مع كابتن محمد زياد؟ سامع ودني، كان التليفون مفتوح يا فندم وانا سامع. ماشي. عشان انا برضو عايز اتاكد. انا انت على طول قلت لي قدام الناس ان انت بتعاقد على المنتخب الاول. اللسته دي اتقال غير اللسته وحط اسم المدرب الاول. لا ما حصلش. لو لعيبه عندها 15 سنه انا ما عنديش مشكله.
الكلام ده ما حصلش. الكلام ده كدب. لا يا فندم. كدب. لا يا فندم. كدب جدا. المصحف قدامي اهو، كدب ومصحف كدب. لا يا حاج محمود. هذا كلام كدب. مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لكل الناس. كدب. لو عندك تسجيل طلعه. مش حضرتك التليفون موجود؟ طلع التليفون وهاته. مش دليل. انا الدليل اللي عندي الايميلات اللي انا باعتها يا فندم من يوم 27 بتقول ان دي اللعيبه اللي جايه وانتوا وافقتوا. بص الاول انت قلت قولا واحدا. الحمد لله التسجيل ده موجود ومنتخب. الورق اللي جه بعد كده كله تفبركه سينمائيه، فيلم سينمائي. ما حصلش ان احنا قلنا لك حط المدير الفني هنا عشان يعمل كده. الكلام ده كله فيلم سينمائي، اخراج وتاليف سيادتك. لا يا فندم، لا يا فندم، لا انا عندي الايميلات اللي بتقول ابعد بقى الايميلات دي. بعد كده وجود. لا يا فندم، لا اسمع، خلاص الموضوع خلص. عندي الايميل اللي بيقول في حين وجود. احنا بعتنا المدرب الاول. احنا ما عندناش مشاكل. عندي اصل هات الايميلات دي وردها بالكلام ده مش صح. يا فندم. ماشي حبيبي، تحت امرك. شكرا. انا مستعد في اي وقت لكل الملف يكون قدام سيادتكم في اي حته. الله يخليك. ثاني حاجه، انت واصل لك باسبورتات اللعيبه، واصل لك كل حاجه عن الفريق. خلاص يا فندم، انت قلت من اول لحظه. خلاص الموضوع انتهى. رد الكلام ده بقى. شكرا جزيلا. انا واضح وصريح من الاول. انت راجل واضح طبعا، عارف انك راجل واضح. ايوه فندم. طيب يا استاذ عمرو، ما تعرفنيش وما قابلتنيش، وانا فاهم. انا ما شفتكش طبعا، انا ما شفتش حضرتك والله. بس انت راجل محترم. بس راجل محترم. الله يخليك. ما قلتلكش، انا ما قلتش غير كده. حضرتك قلت تمام، مفيش مشاكل. يعني انا بس حبيت اوضح النقطه دي. ماشي يا فندم. ان حضراتكم جميعا على علم بوجود المنتخب دوت. احنا لا نصبنا ولا ضحكنا على حد ولا حاجه. طيب يا استاذ عمرو، يعني وجهه النظر واضحه. وبرده كل ده من وجهه نظري مهم جدا يتعرض على الراي العام. سالت سؤال واضح. معانا صديقك باسف زاهر. لا طبعا انت هتضحك دلوقتي. لا انت حضرتك سمعت حضرتك الكلام. اتفق على ايه؟ قال لك ايه سيادتك؟ المنتخب الاول. بس دي براءه من عند ربنا. قال بوضوح، والسي دي هنا موجود وتحت امرك. ايوه عايزه بعد اذن حضرتك. كابتن سيف، مساء الانوار. كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ يا رب خير. كله تمام، اهلا وسهلا. الحمد لله كله تمام الحمد لله. اتفضل. انا الحقيقه يعني متابع حضرتك بتفرج. سمعت كلام الاستاذ عمر. سمع كلام الحاج محمود من الاول. انا الحقيقه يعني مستغرب جدا من كل التصريحات دي. يعني تقريبا كل الكلام ده تقريبا ما حصلش. كل الكلام ده بالنسبه لنا احنا كاتحاد كوره، الامور بالنسبه لنا واضحه جدا، سواء هنا سواء هناك. انا حضرتك كنت موجود هناك رئيس البعثه. انا طلعت حضرتك هناك ثلاث ايام، اجتمعت مع الناس دي اول ما وصلت ساعه في البدايه، وكان استاذ عمر ده مستنيها في المطار، وكان اول مره اشوفه. محمد استاذ محمد زيات كان معانا، وحصل له مشكله في التاشيره ما دخلش معانا، وقعد وبات ودخل ثاني يوم، لكن كان الراجل كان عنده مشكله، واستاذ عمر هو اللي كان معانا. انا الحقيقه شايفها كابتن مدحت مواضيع كتير جدا انا ما شفتهاش. انا مستغرب ان الاعلام يتناول الموضوع كده. يعني انا مستغرب استاذ محمد نجيب رجل اعمال مصري مش عارف كان ليه موقف مع المنتخب، مش عارف مين عمل ايه. احنا حضرتك كل الكلام ده ما حصلش، والله العظيم اقسم بالله كل الكلام ده مع منتخب مصر لا حصل هنا في مجلس الاداره ولا حصل هنا. وانا الحقيقه مستغرب. يعني محمد نجيب ما عملش، ما كتبش الشيك للاوتيل يا كابتن مدحت؟ الامور حضرتك واضحه. احنا اجتمعنا هنا في الهدف، الاجتماع اللي حضرتك بتقول. انا بتكلم كعضو مجلس اداره وكراجل مسؤول. أيوة اي ورقه حضرتك طبعا. اداريه اي ورقه اداريه اللي عملها مخطئ يتجازى ويتحاسب عليها، زي ما يطلع يا رب يطلع سيف زاهر يتحاسب عليها. امور بالنسبه لنا واضحه، لا عندنا حضرتك ورق نخاف منه، ولا عندنا اي حد يطلع ورق نقلق منه، ولا عندنا موضوع اصلا يبقى مقلق. دي حضرتك نمره واحد. نمره اثنين، احنا حضرتك عملنا اجتماع مجلس الاداره في الهدف، كان موجود استاذ محمد زياد، وكان انا الحقيقه ما كنتش اعرفه، وجي مع الكابتن حسن فريد ودخل، والحديث كان كالاتي يا كابتن مدحت. قال ان الناس بتقول ان المنتخب او الليسته اللي جت منتخب السنغال الاولمبي، فردينا كل اللي كانوا قاعدين، وكان قاعد الحاج محمود كابتن احمد مجاهد وكل الناس، وفي ناس كان ليها بعض التخوفات. قلنا احنا في النهايه هنعمل عقد قوي، لان احنا محتاجين ان احنا نقابل فريق السنغال. المنتخب اللي جاي ده منتخب اول ولا منتخب الاوروبي الاولمبي؟ رد استاذ محمد الزيات كالاتي، وقال ده منتخب اول. يا استاذ جمال، مش حضرتك عندك المنتخب الاول فيه اربع خمس لعيبه من منتخب الاولمبي؟ قال له فاحنا ردينا قلنا هو حضرتك الجهاز الفني اللي جاي ده بتاع منتخب الاول ومنتخب الاولمبي؟ قال حضرتك الجهاز الفني جاي منتخب اول، والمنتخب اللي جاي منتخب اول بالزبط. وزي منتخب مصر مع بعض لعيبه المنتخب الاولمبي. طيب تمام بالزبط. خلاص متشكرين، السلام عليكم. وعليكم السلام. هو قال كده كابتن سيف؟ هو كابتن سيف قال. هو قال انا سالته سؤال واحد. ده يوم ايه الكلام ده؟ كان يوم 27 اجتماع مجلس الاداره اللي بيتكلم عليه استاذ عمر اللي كان في الهدف. ما عدناش معاه غير اليوم ده.
احنا ما شفناهوش حتى. وانا سالته سؤال يا كابتن سيف، انت حلو انت متعاقد على منتخب ايه؟ قال يا كابتن المنتخب الاول. المنتخب الاول بس ده براءه من عند ربنا يا سيف. ده لسه يا كابتن مدحت في تكمله. لا ده انا لسه هكمل ويطلع حضرتك هو بعديه برضه يقول الكلام ده، حضرتك حصل ولا ما حصلش؟ احنا حضرتك بعد الاجتماع مجلس الاداره ده انا طلعت رئيس بعثه، وكنت اخد موافقه مجلس اداره ان انا اطلع رئيس بعثه اول سفريه فقط. يعني هخلص ماتش السنغال وهرجع، وهيرجع الحاج محمود ياخد ماتش زامبيا دي. اول حضرتك ما رحت، اول ما وصلت دبي لقيت استاذ عمر موجود في المطار. هو الراجل حقيقه مشكور ان هو شخصيه مهذبه جدا الحقيقه. استقبلنا لحد فندق الاقامه، تحت فندق الاقامه هناك عرفوني باستاذ نجيب. طلعت لقيت الاثنين واقفين مع بعض، انا لا اعرف ده ولا اعرف ده. مين يا فندم حضرتك؟ احنا يا فندم هم الاثنين كانوا مع بعض وناس مهذبه ومحترمه جدا. احنا الشركه المنظمه للماتش. كان معايا مجموعه من الاداريين اللي معانا. يا جماعه الناس دي مين؟ ده حضرتك الناس اللي منظمه للماتش. استاذ عمر عنده شركه، واستاذ نجيب عنده شركه سياحه وعربيات وحاجات، وداخلين مع بعض شراكه في الايفنت ده. فجالي استاذ نجيب قال لي يا كابتن حضرتك انا داخل معاهم شراكه في الايفنت ده. خلاص جود لك ان شاء الله، احنا الموضوع ما يهمناش. انا اول اجتماع عملته كان استاذ عمر ده موجود، وكان استاذ محمد نجيب موجود. قلت لهم انا يخصني ثلاث حاجات، هو ده اللي انا عايز اتاكد منهم. الفيز بتاعه المنتخب، الجهاز الفني اللي جاي، منتخب السنغال هيوصل امتى؟ قالوا لي بكره الصبح. ادي اول حاجه كأنا كرئيس بعثه ومسؤول. ثاني حاجه حضرتك انا ابتديت اسمع اشاعات في مشكله اصل في الاقامه، في مشكله، فبعد اذنك انا عايز جواب رسمي ان منتخب مصر اقامته لحد ما يمشي مدفوعه وان مفيش مشكله. ردوا عليا قالوا لي يا كابتن الموضوع ده منتهي. تاني حاجه عايزين موافقات الاتحاد الاماراتي والملعب والاستاد. اي موافقات بسافر. احنا حضرتك سافرنا 4 5 7 8 مرات، يعني حضرتك القصه بالنسبه لنا مش اول مره. القصه بالنسبه لنا كانت تمام، والناس الحقيقه كانت متعاونه جدا ومفيش مشكله خالص. نمنا حضرتك صحينا تاني يوم لقينا منتخب السنغال جه وجوم اللعيبه. انا الحقيقه ما اعرفش اللعيبه اللي جت، ولكن الجهاز الفني كان جاي بالليل. وجي مسؤول السنغال وجي مسؤول الاتحاد السنغالي وكان موجود، وانا كان معايا الكابتن حسن فريد. جت حضرتك بعد الظهر ظهرت حضرتك المشكله، قالوا لنا دلوقتي في مشكله ما كناش نعرفها. الكلام ده في اجتماع الاستاذ عمر نايل والاستاذ محمد زاهر، كان كابتن حسن فريد موجود واستاذ نجيب وكل الناس. في دلوقتي مشكله الاتحاد الدولي، الاتحاد الاماراتي رافض يدي الموافقه لان في موضوع الخمس ساعات، واحنا الخمس ساعات ما كناش نعرفه. واحنا الخمس ساعات ما كناش نعرفه. الخمس ساعات دي يا كابتن مدحت دي مشكله اداريه من عندنا. يعني احنا كاتحاد كوره كان مين المفروض يقول عليها؟ الاداره حضرتك المسؤوله. يطلع كابتن علاء، يطلع كابتن سمير، يطلع اي حد، كلهم شخصيات محترمه وشخصيات افاضل، ولكن هي مسؤوليه الاتحاد المصري. اداريا انا مش عارف مين بالظبط، ولكن هي كان لازم قبل ما يطلع من هنا نبقى عارفين. جم الناس هناك مشكوره قالوا لنا احنا الحقيقه الجواب ده ما عندناش خلفيه عنه. فاحنا دلوقتي ما قدامناش غير حل واحد. ايه يا فندم الحل؟ قال الحل ان احنا هنلعب، هنبعت الاتحاد السنغالي، جه المسؤول بتاع الاتحاد السنغالي قعد مع كابتن حسن فريد. قال يا فندم مشوا الدنيا عشان الدنيا ما توقفش وعشان الموضوع وعشان كده هتبقى فيها اذى ومشكله. انا كان قراري واضح واضح، انا جاي طالع بمنتخب مصر اقابل المنتخب السنغالي الاول. ايه؟ لقيت المنتخب السنغالي الاول بجهازه الفني هلعب، ما لقيتش المنتخب الاول بس بجهازه الفني مش هلعب، وهجيب الفرقه وهرجع. اموري واضحه، لا اعرف حضرتك ده ولا ده، انا طالع حضرتك بتفويض بقرار مجلس اداره. اموري واضحه، عملت اجتماع مع الناس. طب ليه ما عملتوش، ليه ما لعبتوش ما دام المدير الفني المنتخب الاول جه السنغالي؟ لان يا فندم كانوا طالبين جواب، كانوا طالبين جواب رسمي من اتحاد الكوره ان انا هلاعب منتخب السنغال اندر 23. اندر 23 دي وانا لاعبهم بالمنتخب الاول. يعني انا النهارده بضحي بسمعه الكره المصريه. طب سؤال يا كابتن سيف، سؤال يعني لو انتوا عرفتوا من خلال ادارتكم انه ما ينفعش في خلال 5 ايام المنتخب الاول لاي دوله افريقيه يلعب مباراه وديه قبل مباراه رسميه، لو كنتوا عرفتوا القصه دي كلها كان الليله دي كلها تمت والصداع ده كله حصل؟ ما كانش حصل يا كابتن، ما كانش حصل. اذا لابد بقى ان نعرف مين المسؤول عن ان هو يبقى عارف اللواء. اصل دي غلطه برضه كبيره قوي. في نقطه حضرتك
كابتن الحاج محمود معلش متحفظ شويه يحكيها بس انا ايه معلش انا مضطر اقولها يعني الحاج محمود بيتكلم فيها بتحفظ شويه. احنا كابتن مدحت لما رجعنا من 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 سفريه السنغال عندنا مشكله اداريه كبيره جدا في اتحاد الكوره. عملنا اول اجتماع في وجود العميد ثروت سويلم والحقيقه من الشخصيات المحترمه جدا جدا. قعد العميد ثروت سويلم وقعدنا واتفقنا ان احنا عندنا مشكله اداريه جامده جدا في اتحاد الكوره. والراجل قال لنا ان انا هعمل مذكره انا محتاج ان انا اغير في ادارات اتحاد الكوره. فاحنا ادينا له الصلاحيات ان هو يغير. حط عمل حضرتك مذكره رسمي بالناس حضرتك المحترمه جدا الناس الافاضل اللي ليها تاريخ كبير جدا ان هو يغير شويه في بعض الادارات او بعض الكوادر اللي موجود. لان حضرتك احنا يعني انت انا سمعت حضرتك تقول للحاج محمود دلوقتي طب انتوا النهارده ما تحاسبتوش. ده حضرتك ما فيش حد اتحاسب غيرنا يعني ما فيش حد اتحاد الكوره اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره هم الوحاد اللي اتشتموا. والناس حضرتك اللي ممكن تكون مخطئه على فكره كابتن مدحت انا دايما بلاقي الاعلام بيتكلم على كل واحد بشي في ذمته الماليه في راجل مش كويس. ما انتوا رب العمل انتوا رب العمل يا كابتن سيف انتوا رب العمل. حاجه كابتن انا عايز اوضح الناس اللي مشيت دي احسن مننا بكثير. يعني كابتن سمير عطلي ده انا اقسم بالله اشهد ان انا سافرت معاه كذا مره راجل محترم وعظيم. وليد مهدي انسان محترم وعظيم. مصطفى طنطاوي كابتن سمير كل الناس كابتن انور كل الناس اللي مشيت. ولكن حضرتك النهارده احنا كان عندنا مشكله اداريه وعندنا مدير اتحاد كوره عمل مذكره بتغيير بعض الادارات لعدم تكرار لان احنا عندنا مشكله اداريه. فدي حضرتك مش مشكله مجلس. انا حضرتك النهارده كمجلس اداره اخذت قرار معين كان المفروض ان انا النهارده يبقى في جواب ان في خمس ساعات ما كانش عندي. كان المفروض يبقى في ترتيب اقوى من كده للمنتخب الوطني قبل ما يطلع من هنا ان نروح هناك تبقى الامور واضحه. كل الكلام ده طبعًا. حضرتك ما كانش موجود. ده حضرتك مش دوري النهارده كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره. ده دور حضرتك الاداريين او الناس اللي موجوده فندق الاقامه مدفوع ال 24 ساعه يطمن. ايوه طبعا كل ده المفروض بس في النهايه انت رب العمل. هي في خطا اداري في خطا اداري بالظبط كده. ما هو انا كابتن مدحت تقبلت النقد ولكن انا لما تقبلت النقد النهارده وتقبلت النهارده الانتقاد والنهارده ما فتحتش بقي وقلت تمام وماشي ومفيش مشكله والنهارده بصلح. النهارده عميد ثروت بيعمل مذكره انا النهارده بينتقدوني وانا بصلح وبينتقدوني وانا في المشكله. طب انا النهارده لا هو التوقيت بس كان قاسي شويه لانه الاقالات اللي تمت دي يا كابتن سيف اوتوماتيك الدنيا كلها هتربط ان الناس دي هم سبب المشكله دي. الخطأ لا هذا هو التوقيت. لا, 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 لا يا كابتن مدحت ده التوقيت. ده التوقيت. وفي حته ثانيه برضه حضرتك الحاج محمود برضه بيتكلم فيها عن استحقاق. انا قلت لحضرتك بوضوح الناس اللي مشيت دي ناس محترمه بالزبط. كانت ممكن القصه دي تتغير على وقت ولكن حضرتك احنا جينا في وقت الاوقات حسينا ان الامور صعبه. جه المدير التنفيذي اللي هو الرجل الاول داخل اتحاد الكوره اللي هو المسؤول الاول واللي هو اللي احنا قعدنا اتكلمنا معاه في اول اجتماع قال انا محتاج اغير عدد كبير جدا من الاداره. انا قلت يا سيف انا قلت ان هو اتهمنا ان احنا جاملنا لما الاتحاد اتحرق ان احنا كان ماشي ناس كتير فده الفرصه. ده لو احنا النهارده مش في الازمه دي لا انا مع حضرتك ان كان ممكن اخذنا وقت وانا بطلب اهو قدام حضرتك ان لابد ان الناس دي تتكرم. كابتن سمير عدلي ده هرم من اهرامات اتحاد الكوره. الكابتن كل الناس وليد مصطفى كل الناس اللي مشيت لازم تكرم بشكل قوي. لكن الناس لازم الناس حضرتك لازم تستوعب ان الوضع حضرتك كان صعب. الوضع هناك على الواقع كان صعب. ولكن حضرتك انا النهارده تصريحات الاستاذ عمر او استاذ محمد زاهر او اي حد احنا يا فندم كلامنا كان واضح والناس قعدت معايا هناك. استاذ عمر ده قعد معايا في اجتماع هناك هو واستاذ محمد زاهر وهما ناس الحقيقه محترمه جدا واستاذ نجيب وكان قراري واضح في ماتش السنغال يا فندم انا جاي العب منتخب اول ايه هنلعب ايه؟ لا يا فندم معلش احنا فوجئنا بالقصه دي وده كان كلامهم معايا احنا بنعتذر احنا اسفين تقدروا تساعدونا قلت له اسف ده منتخب مصر انا مش هضحي بسمعته الامور بالنسبه لي واضحه الناس تقبلت الموضوع الحقيقه والناس قالوا طيب بعد اذنكم احنا عندنا الماتش الثاني عايزين نركز فيه قلنا مفيش مشكله بس بعد اذنكم عايزين نرتب للماتش الثاني إيه جواب الاستاد جواب الاتحاد جواب فندق الاقامه التذاكر كل ده يا فندم بالمسؤولين اللي كانوا مسؤولين عن التذاكر كانوا قاعدين معانا في وجود الكابتن حسن فريد التذاكر بتاعت زامبيا اتبعتت خلاص اوكي الفندق يا فندم مدفوع وكان وليد مهدي موجود وانا فوضته ان هو يجيب صوره يديها للكابتن حسن فريد ان الفندق مدفوع
حتى اخر ثانيه، لان يا كابتن مدحت وحضرتك حاج محمود عارف انا ما كنت، انا مشيت يوم الخميس، يعني ما فيش ماتش، كنت هرجع الخميس بالليل، فما فيش ماتش، مشيت خميس الصبح لان انا رايح في النهايه بقرار مجلس اداره ثلاث ايام وراجع. ما كنتش حضرتك همشي من هناك لو في مشكله في فندق الاقامه، ولا كابتن حسن فريد، وبمنتهى الصراحه كنا هندفعها من غير اي حاجه ومن غير ما حد يحس، ولا اتحاد كوره ولا اي حاجه، ولكن الامور هناك. انا عارف ان في بعضكم بيدفع فعلا. طب خليك وانت معايا كابتن سيف، معلش عشان معانا على التليفون من فتره الكابتن احمد بجاد ايضا حابب يعمل مداخله، وده شيء بيسعدني التفاعل الجميل ده. يا كابتن احمد مساء الانوار، اتفضل. يا كابتن مدحت مساء الخير عليك، ومسا على الحاج محمود وعلى سيد زاهر. والحقيقه انا متفق معاهم في تقريبا في كل اللي قالوه، لكن انا ليا بس بعض الملحوظات الصغيره كده. اتفضل. اول حاجه، القاضي لا يحكم بعلمه، يحكم بالورق. مع احترامي بقى للجوابات اللي راحت، خلي ان الاتحاد السنغالي كلم عمر قال له ده انا هبعت 16 سنه، جه محمد الزيات قال للناس ايه رايكم اجيب لكم فرقه ال 14، في الاخر العقد الرسمي اللي مكتوب، لو هو قوي الشاطر اللي عارف الايه ابوستروف والايه اندر سكور، هو في الاخر شركه نان ستوب اللي هي المفروض ان هو المسؤول عنها موقع عقد مع اتحاد الكوره بتقول المنتخب الوطني الاول بالمحترفين. تمام. هو قال كده احمد بعد اذنك احمد، هو قال كده قدام، يعني هو قال ان انا هاخد السي في بعد اذنك احمد، هو قال المنتخب الاول وما انكرش. سالته سؤال واحد، انت متعاقد على المنتخب ايه يا احمد؟ قال المنتخب اول. دي نقطه مهمه جدا، يعني هو اعترف بيها رسميا الحمد لله قدام الناس. حتى لو قال غير كده حاج محمود، لا قصدي كمان هو اعترف وما انكرش اللي شركته، لكن الكلام بعد كده عكس الكلام ده. ما انا بقول لك العقد اللي شركته مبياض. ايوه الاتحاد طلع ما يعرفش او يعرف والايه ابوستروف والكلام ده، كل دي الجوابات المتبادله بالاتحاد السنغالي وشركه جولدن جول وجولدن جول نان ستوب، كل دي قصص مالناش فيها. احنا في الاخر العقد الرسمي اللي موقعاه شركه نان ستوب المفاوضه من جولدن جول مع الاتحاد المصري لكره القدم بيقول المنتخب الوطني الاول بالمحترفين. نعم. في مشكلتين في العقد ده كان مطلوب من الشركه دي، حاجتين. اول حاجه هي اللي تامن ملعب المباراه والتدريب، توفر ملعب المباراه وملاعب التدريب. ملعب المباراه لم يتوفر بسبب مشكله الاتحاد السنغالي في مساله الخمس ايام. ثاني حاجه هي المساله بتاعت ان المنتخب الوطني الاول ولا مش الاول، ودخلنا في الاولمبي ولا هتصرف القصه دي. دول حاجتين. الحاجه المهمه بس اللي انا احب اقولها، ان ازاي انا باكد على كلام سيف، ان في الاخر خمسه داخلين شركه، فمين مستلف من مين ومين مستلف من 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 والدته. فوالدته لما اتزنق الموضوع جاي تقول لي والنبي انا كنت دفعت تدخل مداخلات، ده قصص ماليش علاقه بيها. في الاخر انا عندي شركه اتفقت حصل اخلال معين، بنتخذ الاجراءات القانونيه. يعني انت بتعتمد على العقد لا اكثر ولا اقل. في الاخر العقد نقطه بس اخيره، نقطه اخيره بس يا كابتن مدحت في المساله، ان انا لو انت بتقول حضرتك مسؤول لمجلس اداره الاتحاد على مساله الخمس ايام والعلم، ودي مسؤوليه مين؟ حضرتك المنشور ده جه من 2013. ايوه. كان الكابتن سمير عدلي هو مدير المنتخب، فكره المنشور ده تسلم للمنتخبات منتخب حتى كان موجود ساعتها مع 98 واخد نسخه، الكابتن انور صالح في العود واخده نسخه، المنتخبات واخده نسخه، فهو معاه نسخه من وقتها متسلمه ليه، والوحيد سمير. يعني كل الناس دول كانوا عارفين انه بالبلدي ما ينفعش المنتخب الاول يلعب. انت عملت فتره طويله في اتحاد الكره، عارف لما بيجي ورقه جواب لفوزي غانم مثلا بيتقشر عليه وبيروح في كل اتجاهات، اول ورقه دي موجوده يوم ما جت في الاتحاد اتسلمت لمين ومين ومين ومين. ثاني حاجه انا عندي اداره منتخب، بما يعني ان لو واحد من اللي تسلم الورقه دي قال يا اخوانا ده ما ينفعش، الليله دي كلها ما كانتش تامه. انا مش هفترض ان كل اللي خدوا ورقه ده عارفين ان السنغال عنده ماتش ايه، هو عارفين ماتشين مصر، احنا ما عندناش مشكله لان احنا بنلعب الماتشين في قاره واحده، فما عندناش مشكله. المشكله عند الجانب السنغالي، لكن انا بتكلم ان اداره للمنتخبات اللي هي المنوط بيها ان هي لوائح الريجوليشن بتاعت الانترناشونال فريندلي مات واللي عندها المنشورات والكلام ده، كان يجب انها تنبه من اول دقيقه. فانا بس يعني انا حبيت بس اوضح النقط دي واكد على الكلام اللي بيقوله الحاج محمود، اكد على الكلام اللي بيقوله سيف. تمام. وانا باكد برضو مع سيف والحاج محمود ان حتى لو مس الخطا اي حد، حتى لو هو في مجلس اداره او مجلس اداره، ما فيش خلاف ان ايا كان الورقه طلعت، طالما في موظف مضى عليه الموظف ده غلطان يقول فلان قال لي فلان ما قاليش، ده مش موضوعنا. حصل خطا يحاسب الخطا، لكن احنا النهارده مش هنيجي في الامور، كل الناس بتتكلم في الامور الجانبيه وسايبين احنا العقد الاساسي. حصل في العقد في 1 2 3 مع الشركه، لا ما هو العقد ما فيهوش فصال، ولكن احنا كنا بنتكلم في الشكل لا اكثر ولا اقل. طيب انا بشكرك يا كابتن، بشكرك. بشكرك. عايز اي اضافه يا كابتن سيف؟
انا بس عايز اضيف حته يا كابتن مدحت بعد اذن حضرتك. انا عايز اضيف ان احنا واحنا هناك الناس الشركه المنظمه استاذ عمر استاذ محمد زياد استاذ نجيب في موضوع ماتش السنغال اعتذرونا رسميا وقالوا ان احنا معلش احنا ما كناش نعرف ودي انا عارفين دي مشكله المنتخب الوطني ونرجو بس ان المنتخب يكمل ويلعب ماتش زامبيا. ده ماتش زامبيا ما كانش قراري ولكن كابتن حسن الراجل مشكورا يعني اتكلم مع الحاج محمود واستاذ جمال علام والناس اعضاء مجلس اداره وقلنا هنكمل وهنلعب ماتش زامبيا بس بعد اذنكم احنا عايزين نتاكد من الضمانات لان ابتدت حضرتك تتقال هناك اقاويل المنتخب عنده مشكله في الاقامه المنتخب الناس الحقيقه مشكورا تعاونت معانا بعدت التذاكر بتاعه زامبيا ابتدت ان هي تبعت لنا ما يفيد والحقيقه بعتناه لعدد كبير من الاعلاميين ان المنتخب اقامته مدفوعه بالكامل ان الاستاد راحوا دفعوه الصبح يعني امورنا كانت واضحه ما فيهاش اي طيب أي لو انت قاعد على كرسي مكان يا كابتن سيف لو انت قاعد على كرسي مكان دلوقتي ومستضيف المهندس محمود الشامي وطلب الكابتن سمير عدلي ان هو يتكلم هل يعمل مداخله هل تسمح له ولا ما تسمحلوش؟ مليون في المية اسمح له باكد لحضرتك ان بعيد تاني تمام. نفس الكلام ان انت بتقدره طبعا طبعا كابتن سمير عدلي قيمه وقامه وشخصيه محترمه وما نختلفش عليه ومحدش يختلف عليه طيب وانت معانا خليك معانا بقى كابتن سمير عدلي مساء الانوار يلا دخله هو معانا اديله فتره وهو عايز يتكلم هو على فكره لما كل واحد بيطلع اللي في قلبه بشكل لطيف قدام الناس اهم حاجه الملايين تبقى شايفه حلقه مهمه جدا جدا فيها مستقيه اكتر عارف اخطر حاجه والحمد لله قبل حضرتك اللي حصل قبل مداخله السيف ان عمر نايل بنفسه قال انا متعاقد قال بوضوح والسي دي هديهولك بعد الحلقه قال انا متعاقد مع المنتخب الاول السنغال عشان ما يسمعش ان احنا بفم مليان لا بوضوح انت جايب عرضك كان ايه 17/9 المنتخب الاول انا متفق معاك مشكلتنا كلها مشكله محمود بص احنا حضرتك انا باكد على حضرتك قدام سيف ان التجربه ناخد كابتن سمير الاول يا ريت دخل كابتن سمير مساء الانوار مساء الخير يا كابتن مدحت اهلا وسهلا بيك كابتن مدحت اهلا وسهلا انا طبعا هبقى هادي جدا واخد بالك بشياكتك المعهوده برضو انا شايل كتير جدا 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 يعني جدا بس هتكلم برضو بمنتهى الهدوء بشياكتك المعهود بمنتهى الهدوء بشياكتك ورقيك المعهود اتفضل يا كابتن تمام انا بحترم اولا الاستاذ سيف والحاج محمود والكابتن احمد مجاهد وكلهم اخواتي وفوق دماغي وكل حاجه صحيح بس انا بقول لحضرتك في نظام وفي اصول مظبوط ولا لا نعم تمام نعم الاتحاد بتاعنا اتحرق الاتحاد بتاعنا اتحرق كل الناس كل واحد ليه مشكله قال لك لا كل حاجه ما في الورق اللي اتحرق تمام وطي التلفزيون تمام؟ عندك يا كابتن وطي التلفزيون لا. عندك بعدين لا انا بره خالص يا حبيبي بره انا سامع الصوت طب اتفضل واخد بال حضرتك اتفضل واخد بال حضرتك نعم ارجو ان الساده الاعضاء يرجعوا للدفتر اللي موجود في اتحاد الكوره وبقول لهم اقول بيان من دلوقتي من 15/3/2013 في دفتر موجود في الاتحاد موجود مثبت فيه كل الاستلامات الوارد والصادر اللي اتحرق قبل كده اتحرق قبل كده ارجو منهم الصبح اول ما يدخلوا الاتحاد يطلبوا لان انا راجل مش غبي انا اول يوم ما حصلت المشكله دي انا كانوا كل الناس بعدين في التفكير لكن انا عشان دماغي منظمه وعارف فاهم شغلي وراجل محترف انا بقول لحضرتك هو انا المسؤول قدامك نعم رحت للاخ احمد سامي اللي عنده قلت لهم عايز الدفتر اللي موجود في الاستلامات بتاع النشره بتاع الفيفا اللي هي بتقول ما ينفعش منتخبين في 5 ايام قالوا لي قلت لهم هاتوا الجواب جابوا الجواب مكتوب فيه 2013 كويس قلت له عندنا الحاجه دي في اللي اتحرقت ولا في اللي موجوده قال لي في اللي موجوده قلت له يا احمد شوف لي مين اللي استلم مين اللي قالنا هل انا استلمت البيان ده ولا لا قال لي حضرتك ما استلمتش البيان ده مين اللي استلمه؟ عندهم ومرمضي كاتب مين اللي استلمه مين؟ فعيب مين اللي استلمه؟ انا بقول لحضرتك ارجع للاتحاد كابتن سمير كابتن سمير انا دلوقتي كابتن سمير يا كابتن سمير اسمعني خلاص انا اسمعني انا دلوقتي انا مين اللي يا كابتن سمير يا كابتن سمير من فضلك لما اكلمك اسمعني مين اللي استلمه؟ مش مع حضرتك انا مش مستلمه انا بقول لحضرتك عادي حضرتك مين انا بس حضرتك مين مستلم من الناس من الاتحاد اللي بيشتغلوا بس انا مش مستلمه انا بقول لحضرتك انا دلوقتي ضيف خارج الاتحاد
هم السادة أعضاء مجلس الإدارة هم المفروض موجودين في الاتحاد. من حقهم هم أن يخشوا يطلعوا بكرة ويكلموا حضرتك ويجيبوا الدفتر. تمام. هو يعني تمام كده. إنما لسه ليا حقوق كتيرة. حقوق أدبية مش هسيبها والله ما هسيبها. طيب. مع احترامي ليهم كلهم وكلهم إخواتي. إنما حقوقي الأدبية لازم يحترموني زي ما أنا بحترمهم. طيب اسمع الحاج محمود. بس انا مش طالب غير كده. انا طالب اسمع الحاج محمود الادبي حقي الادبي. طيب اسمع الحاج محمود حقي الادبي حقي الادبي مهضوم يا كابتن مدحت لغايه دلوقتي ومظلوم لغايه دلوقتي. ادينا فرصه يا كابتن سمير. اسمع الحاج محمود. قول لي ايه الحق الادبي اللي يعوض حضرتك؟ ايه اللي انت متوقعه؟ لا لا حضرتك دي حاجه بتاعتكم انتوا يا حاج محمود. لا الكلام مش هينفع بيني وبين حضرتك على الهوا. انا هتكلم مني لحضرتك وش لوش. طب طب كويس قوي. ارجوك انا هجيلك وانا هجيلك وجها لوجه لان انا تعبت بقى من الكلام في التلفزيونات. ارجوك ان شاء الله انا بحب اخش مداخلات ولا بحب اروح التلفزيون. بكره الصبح ان شاء الله اذا كان ثبت ارجو يا حاج محمود حقك يجي لي لغايه عندك. طيب انت سمعت هو قال ايه الكابتن؟ احنا بكره اللي وصل لنا ان حضرتك استلمت. حضرتك قلت ان ما استلمتش ولم تخطر. ده من ضمن اكيد الاخطاء الاداريه اللي موجوده. هيتحاسب اللي ما وصلش هذه الرساله وهيكون حساب عسير وحقك هيرجع لك. بس خلاص. وحضرتك من غير ما تتعب حضرتك روح خش على الاستاذ احمد سامي على طول في اوضه السكرتاريه الصبح قول له اديني الدفتر اللي موجود هل الكابتن سمير استلم او لا. بس حضرتك كده واضحه وبكره تكون موجود ان شاء الله ويشوف الامر ده. متشكر ليكم جميعا. وانت كبير يا كابتن سمير. ربنا يخليك. متشكر لكم جميعا. شكرا يا كابتن سمير. الف شكر. شكرا. احيانا نتكلم في حته انسانيه اخيره بقى. بص احنا عايز اوضح بس في النقطه دي. عايز اوضح بتبقى الامر عارف المشكله كانت عند كابتن سمير. انا شكرت الكابتن سيف على المداخله. اشكرك كابتن سيف. طيب. عايز اوضح لك بس حاجه. كابتن سمير لما جينا فكرنا في اداره الانتخابات وعارف انا كنت سبب الترشيح وانا اللي طلبته وسعيت انه يكون موجود وقام بدور معانا. تاريخ عظيم. قام بدور معانا كمان في مشروع الهدف طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك الدور اللي كان من ضمن دوره بجانب عمله. انا كنت مسؤول عن مشروع الهدف. الراجل ده تعب جدا. انت بتعرف ان هو مهندس وديكور طبعا. نقل الهدف نقله تانية. صحيح. رحت شفته دلوقتي حضرتك طبعا مؤسس له. فبقى حاجه تانية خالص بعد التطوير اللي جه الاخير. صرفت عليه كويس وغير الاشكال وغير الالوان وعمل لمسات. ما احنا بننكرش هذا الموضوع. لكن فيما يخص الشركة بتاع المنتخبات رئيس الاتحاد من اول لحظه كان وده يتحسب له. يعني كان قاري قوي ان في ثغره تحصل موجود او صراع. ما كانش ورقه بتيجي الا بيحولها للكابتن سمير. حتى لما يجي كان يجي يقول بيشتكم او الولي من المنتخب الاول دايما يقول لك المنتخب الاول ده افصلوا عن اداره المنتخبات افصلوا عن الاداره الفنيه. في الواقع دي بالذات والواقع بيتحول لورق كله كابتن سمير عدلي قبل الناس كلها. نعم. فكون الكابتن سمير بيقول ان هو ما اخطرش خلاص لا تعفيه. يمكن اللي ما اختاروش هيتجازى زيه يمكن يمشي. لكن هو راجل بخبرته دي لابد ان يكون في الاتحاد الدولي. معلش ده ميل ده سيستم ده يبقى مصيبه اعظم. لما تستنى لما تخطر من 2013 وانت راجل بهذه الخبرات وتمدير منتخب و2006 كابتن الجوهري وكمان ما تقراش التعديلات حتى لو ما جاتلكش تخش على موقع فيها وتعرفها يكون معاك مساعدينك او خبراتك الموجوده بحكم خبرتك. فدي ما تعفكش يا كابتن سليم. تعفكش من المسؤوليه ابدا. بالعكس بتزود عليك بحكم خبرتك. ولكن هنقف عند ولكن دي فيما يخص بقى اختار احمد. انا 10 ثواني على ولكن. لا عايز اقولها عشان هنفصل القناتين ونضم. 10 ثواني بالظبط. يلا يا ناس. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كنا واقفين عند كلمه ولكن وانا فاضل مع حضرتك 7 دقايق من دلوقتي. ولكن يعني طبعا ان هو مش متابع الاتحاد الدولي دي ما تعفوش من المسؤوليه. ولكن اذا كمان الاداره التنظيميه قالت انها اخطرته الكلام ده مش هنسمع ان هو اتبعت له وما جاش سيحاسب حساب قد ينقل مكانه وقد برضه يعفى من مكانه لو كان اخطا في هذا الموضوع. سيجري تحقيق فورا ابتداء من اليوم معرفه الاداره القانونيه في هل تم ارسال لاداره المنتخبات المنتخب الاول في حينه لكل المنتخبات بخلاف المنتخب الاول هيتحسب حساب عسير ده. لكن ده ما يعفيش الكابتن سمير مسؤوليه كقيمه كبيره وقامه وخبرات 37 سنه في العمل الاداري. صحيح. ما يكونش عارف اللوائح والقوانين الدوليه ويعرفها عيال صغيرين في السنغال وفي الحدود دي. طيب خليني في الجزئيه دي قبل ما اسال حضرتك سؤال اخير اقول كنت اتمنى ان السيناريو الناس العظام دول يكون مختلف كان يبقى مختلف شويه.
يعني انا يعني معاك لكن زي ما قال لك سيف احنا يا فندم بقالنا مده عندنا مشكله اداريه. نعم بقالنا مده بتتهم ان احنا اللي ورا لهذا الموضوع ان احنا كل ودينا لنا نتحاسب. بكلمك بمنتهى الامانه لم يكن هناك شجاعه من في مجلس اداره الاتحاد ان هو يمشي الناس اللي هي معوقه العمل او حان وقت تغييرها عشان بس ما يقولش ايه يعني بختار كل كلمه حان وقت تغييرها الى تغيير افضل او ان احنا عايزين نطور او مش قادرين نتفاعل معهم كمجلس اداره الاتحاد. ولما اتحرق الاتحاد يا كابتن كان العميد سراد سليمان مقدم ورقه انه عايز 60 واحد بس من ال 130 عشان يبقى عندكم 130 موظف. 130 واحد. فما جينا كان ده رغي يا جماعه كله بره ده الاتحاد محروق خلينا ندخل الادارات انا عايز 2 في الاداره دي واربعه في الاداره دي وده كان رايه. ما عملتوش كده. ما عملناش كده وده خطانا. لما حصلت المزيمه ديت وحصل التام قلنا بقى ما عملتش لنا وقت. احنا مع الوقت ده مش هنبدا خطه الاصلاح اللي موجوده المستمره بمعرفه المدير التنفيذي اللي اعلن انه سيبدا الحركه ابتداء من يوم الاحد ومستمر هي هتزعل ناس ومش رابطينها برضه بالاحداث دي. لكن لما تيجي حضرتك بقى تتك وتقول لي انا ماليش دعوه اقول لك لا برضه في جزء كل واحد له جزء مقصر في موضوع زي ما قلنا انا ما اعرفش محدش اختارني مش كده؟ طب ما دي برضه محسوب عليك لازم انت تتابع وتروح ما عادش تعنيف. لكن احنا مش ده ما ينتقص من قدرهم ان احنا هنقربهم او ان احنا متهمينهم بحاجه لا قدر الله ماليه او حاجه ولا بالعكس هم هيشوفوا في من اتحاد الكره المصري لكره القدم كل تقديم وكل زي ما بيقول له حق ادبي هياخدوا حق الادبي على دماغنا فوق. يعني خليني اقول انا على لساني بعد اذن حضرتك انه هذه الشخصيات لان هم اكيد بيستمعوا لي كلهم دلوقتي وشايفيني بالعكس الكابتن انور صالح من خيره الناس وتولى مدير النادي الاهلي لسنوات طويله وشيء عظيم وفاخر للغايه وربما ان يا كابتن انور الاوان لاستراحه محارب وهذا أمر يعني هي سنة الحياة في كل أحوال لكن نحن نشهد لك بالكفاءة والرقي والعظمة وأنا ليس لك دخل من وجهة نظري من قريب أو من بعيد بهذا الأمر. إحنا واخدين قرار إن هو يبقى مستشار لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. هناك قرار إن هو يبقى مستشار لمجلس إدارة وهذا أمر لأنه هو يستحق علينا مش هنقدر ويستحق ما نقدرش نستغنى عنه أبدا حقيقة ويستحق هذا ده والدنا كلنا وعمره وعارف لكن الشغل اليومي تعاقدات وتسويق ومتابعه الشركات عندكم كوادر اخرى اكثر يعني النشيط لكن احنا مش هنقدر نستغنى عن خبرته الناس دي. الامر الثاني وهو فيما يتعلق بالكابتن سمير عدلي ما حدش يقدر ابدا ينكر تاريخك يا كابتن سمير الطويل العظيم العريض ولا يمكن على الاطلاق ان اي امر من الامور يضيع هذا التاريخ العظيم. كل ما في الامر ان انا طالب منك كصديق وكاخ ليك الهدوء لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للوليد مهدي انا ربما اختلف مع مجلس الاداره شويه انه هذا الولد هو مرضي عنه من انا بتكلم دلوقتي عملي بتكلم عملي وليس نظري. مفيش مدير فني اشتغل معاه الا لما كان بيموت فيه. انا الوظيفه ايه الوظيفه بتاع منسق الحقوق دي؟ ايه الوظيفه منسق؟ انتوا بتقولوا له مثلا يحافظ على الحقوق ويحافظ هي بتاعت كل واحد يحافظ على حقوقه يعني الشركه تحافظ على حقوقها لانه لما كان منسق احنا عنينا غرامات انت حضرتك ده 29 مليون وقعدنا يعني انا يعني احنا يعني المشكله ان هو الحقوق مش واضحه وبياخد حاجات مش عيب منه انه ساعات بيتوجه بحاجات مش بتاعته. هنا بتحصل مشكله وتداخل في الاقتصاد والصراعات داخل اللي كده تعصب بالاداره في الفريق الاول فحبينا ان احنا نفصله. وكمان عشان حضرتك المنصب ده اتلغى ليس هناك بديل ليس هناك ولا منسق اعلامي ولا منسق حقوقي داخل الاتحاد المصري لكره القدم. ما فيش مره اخرى فريق اول استغنيتوا عنه خالص لانه فتح الاتحاد وعمل صراعات وما عملش حاجه. طيب يعني كمان يعني مش هنرك يعني مش هنحط حد بديل مفيش حد بديل لغينا المنصب ده عشان ما يزعلوش يعني. المهندس هاني بريده تولى الاشراف على المنتخب. باشمهندس هاني بريده تولى اشرافه وعمل اجتماعات مستمره مكسب مع كبير وتوقيت مهم جدا وكابتن حسن فريد كان راجل عظيم ودايما ودفع من جيبه انا اعلم ثلاثة مئات الالاف وليس عشرات الالاف محترم هو اللي اعتذر وتحمل مسؤوليه واحنا شايفين كل شويه ناس بتقول حاجه احنا كلنا في مركب واحد وانا لما اتصدى للعمل ويحصل مشكله احمل مسؤوليه وانا كل مسؤوليه مجلس اداره كامله ليس المهندس حسن فريد وليس كل الاعضاء مسؤولين وعلى راسهم معانا كمان المدير التنفيذي واحنا طيب. منا مسؤوليه كامله خليني فهو عمل اجتماعات رؤيته واضحه هيعرضها في مجلس اداره يوم الاحد ان هو ليس هناك بحس بان النهارده بقى يوم جميل وصحراء عشان استشراق المستقبل احنا ابتداء من يوم 5 سيتثقف الشعب كله ورا في المنتخب الاول وده رغبتنا من حضراتكم انك تقعدوا ان احنا من يوم 5
اول تجمع الاتحاد المصري لكره القدم معالي الوزير، واعتقد ان هناك ترتيبات لاعلى مستوى تقف وراء هذا المنتخب تحت اشراف مهندس سالم بريده ومجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بحيث الشعب يلتف في اول تصفياتنا كحلم الوصول ل 2018 هو اللي ما فيش لا صوت يعلو، ما فيش اسماء جديده هتنضاف للمنتخب زي الاشاعات اللي كانت، اسماء مع احترامنا كامل لاسمهم كنجوم. رؤيه الباشمهندس هاني شرحها لنا في عجاله ان هو عايز ناس عيال شباب من الموجودين في الاتحاد الافريقي باللغه الكلام ده يتولوا مهمه الاداره في المنتخبات بدون ان يكون في اسماء كبيره وما فيش اي ناس نفر. تشتغل بجد بجد ولا في اسماء رنانه ولا في كلهم شباب من جوه الاتحاد المصري كنت غدا ما يستعين بيهم، لا عوده للي من تم الاستغناء عنه عشان برضه نوضح الامور كلها سواء الكابتن علاء او الاستاذ مصطفى طويل، لا عوده او الاستاذ وليد، ما فيش اي حد هيرجع هيعود مره اخرى ولا دي في نيه ولا في ولا ده كان مقترح ولا انطرح فيها امكانيه يعني حضرتك بتقطع انه ما تم اتخاذه من قرارات لن يعدل بالظبط لكن هينضاف لها هي التفاف شعب والحكومه شعبا وحكوما ووزاره الرياضه حوالين هذا حول هذا المنتخب تحت قياده محترم واشراف محترم من المهندس سالم بريده نعيد ذكريات 2006 و2008 و2010 ان شاء الله. صحيح. يعني خليني اقول في النهايه قبل ما اشكر الحاج محمود، يعني احنا استعرضنا هذا الامر لانه امر اثار رأي عام اكيد، ومن المؤكد ان كلنا كنا زعلانين، مؤكد ان منتخبنا الوطني رايح عشان يلعب مع المنتخب الاول السنغالي واذا به فجأة بالمنتخب الاولمبي، مؤكد هناك اخطاء زي ما الحاج محمود قال، مؤكد لابد من حساب من اخطا من الادارات المختلفه داخل الاتحاد في هذا الامر اذا كان ليهم دور، مؤكد ان المسؤول عن شركه نانو ستوب دخل معانا على الهواء وقال ان هو تعاقده مع الكوره كان على المنتخب الاول السنغالي، كمان مؤكد ان احنا مش يجب يعني ما يجبش علينا كاعلاميين بشكل عام ان احنا نستنى السكاكين، يعني يجب على الاعلام ان هو يكون يدي الحقائق مكانها وكمان ما يبقاش ماسك سكينه واقف عشان يذبح، هذا امر لا يليق ويساعدنا على الاصلاح برضه ولا يليق بالكبار اذا كانوا كبار، لا يليق بالكبار اذا كانوا كبار ان هم ينتهزوا مثل هذه الامور حتى يستنوا السكاكين ويحاولوا ان هم يوجهوا بها سهامهم الناريه التي لن تصيب على الاطلاق. خلينا في النهايه نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض، ايوه يا فندم، بس امر وحدث خطا قد ارتكب بيتم محاسبه من تسبب في هذا الخطا كل بقدر خطاه ولن يتكرر بقى وفي النهايه لن تتكرر بس دي أهم ولن يسمح بتكرارها ليه على بقى ليه بقى على لان الإطلاق. الرؤيه الجديده بس في دقيقه واحده اقولها لك ان احنا خلاص مع كابتن هاني اتفاق تام مع الشركه الراعيه تتولى كافه المباريات خلال لغايه 2018 برزنتيشن خلاص تمام. ولا بقى في ماتشات على اعلى مستوى واتفاقات مع ماتشات عاليه جدا شركات بقى ولا الكلام ده شركات ولا اعراض ولا بره ولا جوه اي حاجه عشان ننهي المواضيع، وبنشكر الشركه اللي بتقف مع برضه باستمرار لنجاح الدوري الممتاز نعم. اللي احنا شفناه نجاح كمان مسيره المنتخب، وكمان انا عايز اوضح لحضرتك عشان برضه النقطه ديت النهارده لغايه النهارده قسط بتاع 1/11 هيسدد بكره جميع الاقساط في مواعيدها، مفيش شيك بيتاخر مفيش حاجه بتتعمل حاجه كبيره جدا كاس مصر وحضرتك كله اتسدد بالكامل وبلغت الكلام ده كمان الوزاره متابعه وبنشكرهم على انهم المتابعه، احنا ما عندناش حاجه بنخاف منها نعم. عندنا خطا اعترفنا ان كان في خطا لما اتصلح، لما قلنا كمان باشمهندس ثاني من خلال رؤيته ان لن تتكرر بيقول ان مع الباشمهندس ثاني ومع الشركه ومع الاتحاد المصري لكره لن تتكرر هذه الفضيحه مره اخرى ان شاء الله، وارجو ان الناس تتقبل ان احنا وانا اشكرك ان احنا سميتها فضيحه وعارفين انه زلزال ومعتبر عشان كده احنا على كمجلس اداره لما قلنا ان احنا وصلنا قلنا يا كابتن قلنا احنا خمسه هنمشي ليه هنمشي لما قلنا هنقدم استقاله انا وكابتن سيف واحمد بجاد وايهاب الهيطه وكابتن عصام لما قلنا ان ما اتخذش موقف تجاه قوي عشان عدم التكرار ومحاسبه المخطئ هنمشي فازاي ما اتحاسبناش وازاي ان احنا ما دلناش رغم التعرض الشديد وحاسس ان هو الضغوط الشديده والسكاكين حضرتك قلتها احنا بنشتغل تحت هذه الضغوط وبنعترف خطا وبنصلحه وبنتعهد بعدم تكراره نعمل اكثر من كده ساعدونا بقى على الاصلاح ساعدونا على الانتظام هذا جيد وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي باذن الله ويعني نستمتع بمنتخباتنا يا رب مع بدايه منتخب الاول ان شاء الله احنا شايف ريد جنيرو وعوده الجماهير كمان ان شاء الله بس ملف مهم جدا ما كانش في وقت بنعمل وقت ثاني ان شاء الله هنتكلم فيه في وقت ثاني لكن ان شاء الله هو هيعود بعد الانتخابات مجلس الشعب ان شاء الله. باشمهندس محمود الشامي بشكرك لسعه صدرك وحضورك. انا اللي بشكرك واتمنى انا سعيد جدا باللقاء وسعيد بنجاحه واتمنى يكون الناس حسوا وشعروا بخطواتنا الاصلاح وباعترافنا بالاخطاء اللي موجوده وعدم تكرارها ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا اشكرك اشكرك شكرا جزيلا. مع حوار مختلف مع تحليل مباراة الدوري العام مع الظواهر العامة مع تذكرة بأجمل هدف من الأهداف اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي مع تحليل تحكيمي لأهم الحالات التحكيمية التي أثارت جدل مع سهرة صباحي
ولكن بعد الفاصل.